صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هنا. صباح الفل يا شاذلي. صباح الفل والسعادة على كل اللي بيشوفونا. امبارح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف استعرض الأرقام والإحصاءات الخاصة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة، أرقام ليها علاقة بعدد المتقدمين وعدد الناجحين واللي حصلوا على درجات عالية وطبعا مقارنتهم بالسنين اللي فاتت. لكن اللي ما قلتوش الأرقام إن بمجرد إعلان النتائج انتهت مرحلة مهمة جدا في حياة الطلاب وبدأت المرحلة الأهم. نركز بقى النقطة دي، إن في إن المرحلة اللي جاية فعلا مرحلة مختلفة. مرحلة الثانوية بتنتهي بمجرد إعلان النتيجة وبتبدأ مرحلة الجامعة بقى. من خلالها طبعا أنت بتحط أول خطوات الحياة العملية، بتحدد مستقبلك، عشان كده مهم جدا إنك تختار صح. إحنا مبارح في صباح الخير يا مصر كنا بنتكلم إزاي تختار الكلية، إزاي أهلك يتكلموا معاك عشان أولا ما يضغطوش عليك بعد النتيجة، دي أول حاجة، وبعدين إزاي يساعدوك في اختيار الكلية المناسبة أو اهتماماتك المناسبة لاهتماماتك. طبعا لازم تكون بداية مختلفة، بداية لحياة عملية ومستقبل، مش مجرد كلية والسلام. كلية لها مثلا علاقة بالمستقبل وسوق العمل، مش كلية ناخد منها شهادة بقى وننضم لطابور طويل مستني فرصة شغل زي ما كان بيحصل قبل كده. صحيح يا شاذلي. طبعا مهم جدا ان الطلاب يبقوا اخدوا فرصتهم في التفكير، ويمكن دي اصعب مرحلة بالنسبة لي. بيبقوا عايزين يعرفوا المرحلة الجديدة دي، لازم يبقوا واعيين ان هم بدخول الجامعة بدأت مرحلة الجد، المرحلة اللي فيها بداية تكوين المستقبل، مرحلة ان البقاء فيها للاكثر ذكاء والاكثر مذاكرة والاكثر بحثا. وطبعا يبقوا واعيين لحتة البحث العلمي دي ان هي هتفرق في حياتهم جامد جدا. طبعا بكل تأكيد. احنا بقى النهاردة عندنا شغل كتير جدا ومهم عن المرحلة دي. هنستضيف أوائل الثانوية العامة ونسألهم كتير. أولا نبارك لهم ونعرف طبعاً حضراتكم. طبعا ألف مبروك. طبعا ونعرفهم على السادة المشاهدين، والسادة المشاهدين يتعرفوا عليهم ويعرفوا بقى خطوات النجاح مشيت ازاي، ونسألهم عن حاجات كتير قوي ونسمع نصايحهم. طبعا عندهم نصايح مهمة جدا، لأنه عشان توصل لانك تكون من الاوائل في الثانويه العامه فبالتاكيد كان عندك حاجه اسمها تخطيط. المساله مش مساله مذاكره وخلاص او ضغط من اول السنه، لا، انت كنت بتخطط صح، البيئه اللي كنت بتذاكر فيها بيئه مناسبه. عشان كده هيكونوا ضيوفنا النهارده ان شاء الله، نبارك لهم ونتعرف منهم على خطوات حياتهم اللي فاتت واللي جاي كمان بالنسبه لهم هيكون عامل ازاي. مره تانية بنصبح على حضراتكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. ودلوقتي خلونا نصبح على زميلتنا الجميلة دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. يا صباح الفل يا دينا. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا شادي. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. أخبار الطقس إيه بقى؟ لا الجو ما زلنا يعني إحنا في شهر أغسطس، فالجو طبعا يعني ده حتى لو جاية من العالمين فحاسة بالفرق. بالفرق، الجو هناك يجنن والهواء يرد الروح زي ما بنقول كده. اتفضل يا دينا. معلش مش قادرة على الأجواء بتاعة القاهرة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا قبل نتكلم عن الطقس وأحوال الطقس النهاردة خلونا بقى نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخصوصا أن الناس بدأت تنزل دلوقتي. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. بتظهر كمان بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران، وكمان أماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات.
نروح معاكم لمحافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرية بتتناق بعض الكثافات عند النزلات، وكمان بخصوص محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي زمالك. نروح شارع فيصل واللي بيشهد كثافات مرية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. بتظهر كمان على محور صفت اللبن للمتجه إلى الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرية متحركة، وبيفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. شاهد كمان محور عرابي كثافات بسيطة المتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين. ونروح محافظة اسكندرية، في كثافات مرية عند كوبري استالي، وعلى طول الكورنيش في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، وباقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرية لكنها متحركة. نكمل جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة وبتشهد سيولة مرية. على طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرية. كمان أيضا في كثافات مرية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في برضو بعض الكثافات المرورية. من جولتنا في شوارع مصر مختلفة لإطمئنان على حالة المرور، خلونا نطمن دلوقتي عن حالة الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 36، وأعلى درجة حرارة في أسوان هتكون 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها تلقي السيد الرئيس اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناولا خلاله التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين. كمان السيد الرئيس أجرى اتصال هاتفي بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة. تم استعراض الاتصالات المكثفة اللي بتجريها الدولتين لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط، والزعيمين أكدوا أولوية التهدئة في المرحلة الحالية خاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بالقطاع. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي مساء أمس من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناولا خلاله التطورات الإقليمية والتوتر اللي بتشهده منطقة الشرق الأوسط، واستعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدوا عزمهم على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، وأكد الرئيس الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم. واتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، وتم استعراض الاتصالات المكثفة اللي بتجريها الدولتان لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط، وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية خاصة من خلال التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بالقطاع لنزع فتيل التصعيد وإنهاء الكارثة الإنسانية اللي بيتعرض لها أهالي غزة، كما شددوا على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة بيتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، واللي بيضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات. وخلال الاجتماع عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت 4 مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024-2027، بتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً لبيئة تشريعية أكثر تحفيزاً. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضاً استعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة. وأكد مدبولي الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ نحو 22,800 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية في 1477 قرية تبع ل 52 مركز في 20 محافظة في أنحاء الجمهورية، وبيستفيد منها قرابة 18 مليون مواطن. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية موزعة على 462 وحدة محلية ب 59 مركز داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية. النهاردة معانا مجموعة كبيرة من الأخبار الخدمية اللي حصلت في محافظات مصر، هنبدأها من محافظة بني سويف. فيها تم تدشين القافلة التنموية ضمن مبادرة إيد واحدة. أما في الفيوم فتم توزيع وغرس نحو 211 ألف شجرة في مراكز وقرى المحافظة. كمان مطار مرسى علم استقبل 153 رحلة دولية خلال أسبوع، وفي الغربية تم افتتاح أول مركز متكامل لتمكين المرأة الريفية. أما في جنوب سيناء فتم تطوير طرق داخلية بمدينة أبورديس لتحسين الحالة المرورية. مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير خدمية شهدتها المحافظات. امبارح محافظة بني سويف دشنت قافلة تنموية ضمن فعاليات مبادرة إيد واحدة اللي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وبتضم القافلة الطبية والغذائية سيارات متنقلة بها أدوية طبية وكراتين مواد غذائية، وفي وجود عدد من الإداريين والمتطوعين لتقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع وتقديم الدعم اللازم والإمكانيات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة. أعلنت محافظة الفيوم عن توزيع وغرس أكثر من 211 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة، وده في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن. بيستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 153 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجاري، وده بيعزز حركة السياحة الوافدة لمصر، وبدأت الرحلات من يوم السبت الماضي وبتستمر حتى الجمعة المقبلة، وبيأتي السياح من 14 دولة مختلفة، ما يعكس تنوع الوجهات السياحية اللي بيقصدها الزوار. شهدت محافظة الغربية افتتاح مركز استدامة لتأهيل وتمكين المرأة الريفية بقرية حنون مركز زفتة، وبيعد الأول من نوعه لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً وفق مقومات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما شملته من خطط للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وبيشمل ورش تدريب وخطوط إنتاج لعدد من الحرف اليدوية والمشغولات التراثية، منها ورش صناعة الجلود والخياطة وتسويق إلكتروني وتطريز، فضلاً عن تنفيذ برنامج وعي لرفع وعي المستفيدات حول القضايا العامة. في محافظة جنوب سيناء، مجلس مدينة أبورديس أكد أنه جاري تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة بالمدينة ضمن خطة التطوير الشاملة والمقرر أن تشهدها أبورديس خلال الفترة المقبلة لتأهيلها لتكون جاهزة لإقامة جامعة حكومية ومنطقة صناعية، وهيتم إعادة تحديد خطوط التنظيم الخاصة بها وتطوير البنية التحتية وتوسيع الطرق ورصف العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية
بطول 11 كيلومتر حالياً. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة أن فريق عمل المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد قام بمناظرة 3067 حالة خلال يوليو الماضي ضمن الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة للمناطق النائية. مشاهدينا هنروح لفاصل السريع ونرجع بعدين نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وادي الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن يمكن درجات الحرارة مش مرتفعة قوي لكن نسبة الرطوبة هي الواضح هي المرتفعة. بالفعل يمكن احنا قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار خلال هذه الأيام تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدل بحوالي درجة لدرجتين، واللي بتتراوح فيها العظمى على القاهرة الكبرى 36 إلى 37 درجة مئوية، يعني بالفعل ما فيش أي ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. لكن طبعا نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض الهند المنصمي نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة بشكل كبير، لأن مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، فنسب الرطوبة بتتجاوز 90 و95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تتجاوز 80 و85% في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وكل طبعا ما تقدمت جنوبا نسب الرطوبة بتقل بشكل تدريجي. وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير ده اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وهيخلي قيمة درجة الحرارة دكتور منار القاهرة الكبرى، عشان كده احنا بنحس بالاجواء شديدة الحرارة الرطبة فترة النهار في معظم المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الصعيد، فيما عدا طبعا سواحلنا الشمالية اللي بتكون هي الاقل في قيم درجات الحرارة رغم ان هي في نسب الاعلى في الرطوبة، لكن طبعا اجواءها بتكون اجواء حرة رطبة فترة النهار. هنيجي على فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس. طب مادام بس جبنا حالة السواحل الشمالية، عايزين نطمن على حالة البحار، لأن معظم الأيام حضراتكم كنتوا بتنصحوا بعدم نزول المياه للسادة المصطفين علشان ارتفاع الأمواج هناك. هو طبعا يمكن الفترة الماضية بالفعل كان في بعض الأيام بيكون فيها ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط، لكن الحمد لله يعني احنا أمس وأول أمس في اعتدال بشكل كبير في حركة الملاحة البحرية، وأيضا في اعتدال في ارتفاع امواج على البحر المتوسط، ارتفاع مجمع بين 1 إلى 2 متر. البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنسق، لكن هنخلي بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط، لان دايما ارتفاع الامواج بيكون اكثر في داخل عمق البحر المتوسط، فنخلي بالنا بس بقدر الامكان، ودايما نكون في منطقه قريبه من الشاطئ، لكن هو امن ونقدر نستمتع بالاجواء، وكمان شواطئ البحر الاحمر او سواحل البحر الاحمر معتدل تماما، مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. هو فقط بس اللي هنخلي بالنا منه الفتره الجايه هو تعرضنا لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان ده بيزود احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره. كمان فتره الليل عظمه الرطوبه بتكون فتره الليل، خاصه ان بيحصل اعتدال في سرعات الرياح، فبالتالي انا بحس بنسب الرطوبه بشكل كبير. طبعا وايضا فترات الليل اجواءها مائله للحراره رطبه في معظم المحافظات، الشفورة المائية أيضا ظاهرة جوية مؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومعها انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، هي أيضا سرعان ما بتختفي وبتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. نروح بقى لفرص الأمطار، لأن فرص الأمطار لأني كنت عايزة أسأل حضرتك عن حالة استقرار الطقس في منطقة أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين، هل ما زال هناك عدم استقرار في حالة الطقس هناك ولا خلاص عودة مرة أخرى للاستقرار؟
لا بالفعل ما زالت حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في المحافظات الجنوبية مكملة معانا نتيجة ارتفاع الحزام المداري أو الفاصل المداري للمحافظات الجنوبية. الفاصل المداري ده هو المسبب للأمطار الموسمية على منابع النيل السودان وأثيوبيا، بيكون معاه أمطار غزيرة بشكل كبير، بدأ يتقدم باتجاه شمال السودان فبدأ يأثر على المناطق الحدودية عندنا. يمكن الأمطار مستمرة معانا لليوم السادس أو السابع على التوالي، استمرار الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية، أمطار متفاوتة الشدة في معظم الأماكن الموجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس بناس، مناطق كمان من جنوب الصعيد زي محافظة الوادي الجديد، أبو سمبل، أسوان، الأقصر، الأماكن دي كلها معرضة لسقوط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة. الطبيعة الجبلية والجغرافية في الأماكن دي ممكن تؤدي كمان لتشكل بعض السيول، يمكن في الأيام الماضية بالفعل تشكل بعض السيول في مرسى علم او بعض الاماكن كمان من محافظه اسوان، وكمان هيكون الصخره الرعديه والسحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه بتؤدي لاثاره. مستمره لحد امتى يا دكتور؟ هي على الاقل لسه مكمله معانا اليوم الحد اللي جاي. الامطار اليوم الحد اللي جاي وهتستمر امطار خفيفه متوسطه ورعديه على المحافظات الجنوبيه اللي احنا ذكرناها اللي هي المناطق الموجوده في اقصى جنوب. احنا دايما بنقول للساده المواطنين في المحافظات المعنيه بخصوص الامطار لازم ياخدوا احتياطاتهم بقدر مهم جدا نبتعد عن مقررات. أكيد بنتمنى فعلا السلامة للجميع هناك، وبنتمنى كمان نحن نتابع بشكل كبير أو المواطنين يتابعوا بشكل كبير حالة الطقس عشان كمان نتجنب التعرض لأي مشاكل، وكمان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة الصباحية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 36 الصغرى 27، العاصمة الإدارية 37 26، الإسكندرية 32 24، العلمين الجديدة 32 24، مطروح 31 23، دمياط 33 25، بورسعيد 34 26، إسماعيلية 37 26، السويس 36 26، العريش 34 25، كاترين 31 17، طابة 38 25، حلايب 38 29، شلاتين 42 32، شرم الشيخ 41 28، الغردقة 40 29، الفيوم 38 26، بني سويف 39 26، الوادي الجديد 42 25، أسيوط 40 25، سوهاج 41 27، قنا 42 29، الأقصر 42 28، وأخيرا أسوان 43 29. حالة البحار مستقرة، حالة البحر المتوسط مستقرة، يمكن السادة المصطفين إن هم ينزلوا المية، لكن كمان بنخلي بالنا في الصعيد وخاصة في الأقصر وأسوان وأبو سمبل ومرسى علم وغيرها من جنوب جنوب جمهورية مصر العربية، لأن طبعا في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس هناك. بنتمنى السلامة للجميع بإذن الله. هرجع مرة تانية لشاذلي وهالة عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت أن العلمين الجديدة هي درة البحر المتوسط، وأشارت أن مصر حولت أرض الألغام إلى أرض الأحلام، وأضافت خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة أن مهرجان العلمين الجديدة بيروج للاستثمار والسياحة وبيجذب الأنظار لمصر. ده جه من خلال مؤتمر صحفي كان معمول في مدينة العلمين الجديدة. كمان يا هالة في نفس المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن الشراكة ما بين وزارة التنمية المحلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال تقديم الحملات التوعوية للمواطنين. صحيح. ومن جهة أخرى وجه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التحية للدكتورة منال عوض لأنها أول سيدة بتتولى منصب وزير التنمية المحلية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
شايفاها في المدينة. يمكن النهاردة نقدر نقول إن العلمين بقت يعني مدينة جاهزة للسياحة العالمية، فيها كل مقومات السياحة العالمية. أنا جيت هنا السنة اللي فاتت، بس كل سنة باجي بلاقي الدنيا اتغيرت خالص. سعيدة بالتنمية اللي أنا بشوفها. كمان زي ما بيقولوا كده، هو من السهل إن احنا نحلم، بس من الصعب إن احنا نحقق الحلم. بس لو في إرادة وتخطيط، احنا بالتخطيط والإرادة احنا حققنا الحلم ده. يمكن كانت القيادة السياسية لها إرادة قوية إنها تطور الساحل الشمالي وتطور مدينة العالمين، وبالفعل ده حصل في وقت قصير جدا، وشفنا النهاردة مدينة العالمين بالجمال ده. النهاردة نقدر نقول إن مدينة العالمين هي درة البحر المتوسط، وكمان باللي احنا شفناه النهاردة ده احنا قدرنا، مصر قدرت إنها تحول أرض الألغام إلى أرض أحلام. كمان أنا بشكر جدا الشركة المتحدة والأستاذ عمرو الفقي، لأن إن احنا عملوا مجهود كبير جدا، عملوا تنسيق هايل مع المؤسسات والوزارات المختلفة عشان نظهر مدينة العالمين والتطوير اللي حصل فيها. كمان يمكن مهرجان في نسخته الثانية، مهرجان العالمين في نسخته الثانية اتطور كتير، بقى في أفكار جديدة، في حاجات مميزة. كمان بيسلط الضوء على مدينة العالمين، بيروج للاستثمار، بيروج للسياحة، وكمان بيجذب الأنظار لمصر، وإنهم يعني يبقى العالم كله عارف إن مصر فيها مدينة زي مدينة العالمين. أقدر النهاردة، عشان ده يمكن أول مؤتمر صحفي أنا أعمله وأنا وزيرة التنمية المحلية، عايزة أتكلم كتير على بعض الملفات اللي عندنا في الوزارة، يمكن أنتم ما تكونوش تعرفوها أو ما عندكوش يعني علم بإن إحنا بنخطط لإيه أو إيه الأفكار الجديدة اللي إحنا اللي عندنا. الأول أنا أول سيدة أبقى وزيرة التنمية المحلية. فأنا بشكر القيادة السياسية جدا على الثقة الكبيرة، ويمكن وسام على صدري إن أنا أكون أول امرأة جلست على مقعد وزارة التنمية المحلية منذ إنشائها. يعني الثقة اللي ادتها لي القيادة السياسية دي خلتني أبقى عندي مسؤولية كبيرة قوي، إن أنا إزاي أقدر أغير، إزاي أقدر أشتغل، أعمل مجهود كبير جدا إن أنا أرضي المواطنين كلهم في كل المحافظات. طبعا بشكر سيادة الرئيس كمان على انه ثقته في المرأة عامة وإيمانه بنجاحها، واحنا يمكن شايفين نجاح للمرأة في كافة المستويات وفي كافة الوظائف وفي جميع المؤسسات. كمان يمكن كنا زمان بنسمع عن تمكين المرأة، ده بقالنا زمن يعني كان زي شعار نسمعه كده، في تمكين للمرأة تمكين للمرأة، لكن احنا دلوقتي لا، احنا شايفينه على أرض الواقع حقيقة. ويعني واكبر مثال ليه اللي انتم شايفين ان بقى النهارده بقى في وزير التنميه محليه، كان دايما وزاره التنميه المحليه دي لازم يقودها راجل ولازم تكون بوصفات معينه، فان احنا نثق ان احنا نحط سيده تبقى وزير التنميه المحليه، فدي ثقه كبيره جدا، بنشكر القياده السياسيه عليها. من الملفات طبعا اللي بيتكلم كل المواطنين او اهالينا كلها في كل المحافظات عنها دلوقتي هي مثلا التصالح. موضوع التصالح ده موضوع كبير جدا احنا بنتكلم فيه بقى لنا مده، ويمكن سياده الرئيس برضو بيهمه جدا ملف التصالح ده، ويمكن من اولويات الملفات اللي لوزاره التنميه المحليه. حتى يمكن بعد حلف اليمين كان في توجيهات لسيادته مع الساده المحافظين ان احنا نسرع من ملف التصالح، وان يبقى عندنا تسهيل على المواطنين شويه. القانون بتاع التصالح كان يمكن فيه شويه سلبيات في الاول، ولكن القانون الجديد للتصالح سهل شويه على المواطنين موضوع التصالح. حاولنا ان احنا في القانون الجديد يبقى فيه حوكمه ويبقى فيه منظومه الكترونيه ما تخليش فيه اي تعامل للمواطن مع الموظفين، فمنع للفساد ويبقى فيه أي مشاكل يعني، فخلناها منظومة محكمة جدا. يمكن برضو بقى أسهل إن أنت بتتخش مركز تكنولوجي لكل حي أو كل مدينة، من أول ما بتبدأ أنت في ميكنة، من أول ما بتبدأ لحد ما بتخلص التصالح بتاعك.
ده بقى أسهل دلوقتي، وإحنا بالاشتراك طبعا مع برضو الشركة المتحدة عندنا إن شاء الله الشهر ده هنطلق حملة إعلامية كبيرة جدا نوعي المواطنين بأهمية التصالح، إن إزاي التصالح ده بيحمي ممتلكات المواطن نفسه وبيحمي الثروة العقارية بتاعته، وفي نفس الوقت بيرجع حق الدولة، وحق الدولة ده لما يرجع المبالغ اللي بتاخدها الدولة دي هو تصرفها تاني برضو على التنمية وعلى الخدمات اللي بتقدمها للمواطن. فبرضو بنديله برضو في الحملة الإعلانية دي إزاي برضو التصالح بقى بسيط، ما بقاش فيه مشاكل زي الأول، ما بقاش فيه سلبيات زي الأول، إن هو سهل جدا إنه يقدم وسهل جدا إنه يتصالح على الوحدة بتاعته. الحملة الإعلانية دي إن شاء الله هتبقى موجودة على في التلفزيون على كل القنوات، بتبقى موجودة في الراديو وكمان في التواصل الاجتماعي. كمان في برضو خبر كويس إن إحنا بنحاول دلوقتي نسهل على المواطن كمان إن هو إزاي يستخرج رخصة البناء بتاعته. إحنا كنا بندرس دوت طبعا تبع توجيهات القيادة السياسية إن إحنا نسهل على المواطنين، فكنا لقينا ان عشان المواطن يروح يطلع رخصه بناء لازم يمشي ب 26 خطوه 26 موضوع علشان يطلع رخصه بناء. احنا في الفتره اللي فاتت دي احنا اختزلنا 26 دول، خليناهم 8 خطوات بس، سهلنا جدا على المواطن. الحاجه الثانيه ان احنا بنشتغل دلوقتي كمان على الاشتراطات البنائيه، ودي برضو كانت عامله عائق شويه للتنميه والمعمار، يمكن دلوقتي احنا بنسهلها خالص الاشتراطات البنائية، وهتتعرض ان شاء الله قريب وعلى سيادة الرئيس وهننشرها في الاعلام، وبرضو ده بمساعدة برضو الشركة المتحدة نحاول نعرف الناس كلها ازاي الاشتراطات البنائية اتغيرت وازاي بقى سهل على اي مواطن دلوقتي يطلع رخصة، ما عادش فيه المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده. كمان عندنا بحب اكلمكم برضو، انا احب اعرف كل الموجودين، يمكن انتم في حاجات كتيره يعني ما سمعتوش عنها، ان احنا عندنا ملف مهم جدا في الفتره اللي جايه اللي هو المنتدى الحضري العالمي. المنتدى الحضري العالمي ده هيكون في شهر نوفمبر، ده بالتعاون مع وزاره التنميه المحليه ووزاره الاسكان ووزاره الخارجيه وتحت متابعة طبعا دولة رئيس الوزراء. المنتدى ده على خريطة الأمم المتحدة يمكن تاني أهم ملف بعد الكوب، تاني أهم حدث يعني. يمكن مصر فازت أن يكون عندها المنتدى ده يتعمله في شهر نوفمبر نتيجة لنجاحها اللي حققته في الكوب 27. احنا بنعد ليه دلوقتي، وكان عندنا اجتماع مع الامم المتحده للمستوطنات اللي هي اليو ان هابيتات، وهي دي معانا في المنتدى. طيب ايه اهميه المنتدى ده لمصر، او لو عملنا المنتدى ده وكان وهو بالاهميه دي، ايه اهميته بقى لمصر؟ احنا عندنا المنتدى ده يمكن بيعمل ثلاث حاجات مهمين جدا، بيزود الوعي بالتنميه الحضريه المستدامه، الحاجة التانية إن هو بيعمل يعني نقدر بيعرف الناس إزاي نقدر نعمل تكامل ما بين الحكومة وما بين المجتمع المدني. الحاجة الأهم بقى إن إحنا عندنا تجربة حلوة جدا في مصر لازم نوريها للعالم كله، اللي هي تجربة التنمية الحضرية اللي عندنا والقضاء على العشوائيات. يمكن انتوا كنتوا صغيرين شويه لما كنا من 10 12 سنه كده، كنا كل محافظه في مصر فيها عشش، فيها عشوائيات شكلها سيء جدا، ما عندهمش اي مرافق، ما عندهمش اي خدمات، ده كان متمركز في كل محافظه. النهارده احنا نقدر نقول ان مصر خاليه من العشوائيات، ودي تجربه حققناها في وقت قصير جدا، 10 سنين ده وقت قصير جدا عشان ان احنا نقدر نقضي على كل العشوائيات الموجوده في كل المحافظات ونبذل المجهود الكبير ده. وده كان طبعا تحت قياده سياده الرئيس، وكان يعني خطوه جريئه جدا ان احنا نخش في ملف العشوائيات ده. فالتجربه دي مهمه قوي ان احنا نعرضها على العالم، وده هنعمله فعلا في المنتدى. وكمان يعني
المهرجان، أستاذة قصواء الخلالي مدير المهرجان والتخطيط والمحتوى، وعمر أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، وأحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، ودكتورة نشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، وكمان أستاذ فتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم، وأستاذ طارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، وعلي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، وكمان أستاذ أمجد سلامة المدير المالي والإداري، أستاذ وائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، أستاذ محمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، أستاذ محمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي. كمان شارك عدد كبير من الشركات في إقامة وتنظيم المهرجان السنة دي، وهم UMP, B-Group, ITIS, Egyptian Outdoor, POD, تذكرتي, DS Plus, 30 Degree Clicks. كمان مهرجان العالمين الجديدة بيأتي في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، ومنها مهرجان العالمين الجديدة، وده بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية ودعم التنمية البشرية في مصر ودعم الفرص للاستثمارية كمان، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتقارب الطبقات وتحسين الخدمات وتطوير الوجهات السياحية المختلفة. كمان نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب طبعا دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين الشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية. مش بس كده يا شهزلي، كمان شهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، واللي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة بتناسب مختلف اهتمامات الزوار وبتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور يو لايف في المنازل، دي قناة بيستطيع الجميع من خلالها متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التلفزيون. شهد نسخة مهرجان العالمين 2024 فعاليات متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين، وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومبادرات لأساطير ونجوم كرة القدم. كمان بيشهد المهرجان زيارة وزراء الحكومة المصرية وإطلاق مبادرات وشراكات استثمارية كبرى وتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المؤسسة والمنظمة لمهرجان العالمين الجديدة، وده في جولات ومؤتمرات مشتركة بحضور رئيس مجلس إدارتها أشرف سلمان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة عمرو الفي. بخصوص الأخبار المتوقعة أنها تحصل النهاردة، عندنا أكتر من حدث، من بينها أن وزير الخارجية بيستقبل قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر، والقومي للمرأة كمان هيشارك في مهرجان العالمين الجديدة بمعرض حلو جدا للمنتجات الحرفية اليدوية. النهاردة هيستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج فاسيلس كروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر إسبيتاس، ويعقد الطرفان جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. والنهاردة وفقا لما أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 تم الكشف أيضا عن جدول امتحانات الشهادة الأزهرية، وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن خلال امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الفقه واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف. والنهاردة هيطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة 2024 في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، حيث يقام المعرض في منطقة أرض المعارض بمهرجان العالمين الجديدة بالساحل الشمالي. أحمد كوجك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي عقب تولي المسؤولية نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، وقال إنه الأولوية هي تحسين الخدمات للمواطنين، وإن الوزارة بتعمل بكل جهد عشان اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل للشعب المصري، لأنه الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وإن الوزارة هتعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.
صحيح يا شاذلي، وكمان الوزير قال ان التحديات صعبه على الناس وان الاقتصاد والحكومه والدوله بتحاول تتحمل العبء الاكبر، لافتا الى ان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الاولى والثانيه من المشروع القومي حياه كريمه لتحسين حياه نصف المصريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه اليهم. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أنفقنا على قطاع التعليم من الموازنة 266 مليار جنيه بمعدل النمو 25% مقارنة بمتوسط معدل الإنفاق معدل النمو اللي فوق 18%. أنفقنا على الصحة 182 مليار جنيه بمعدل النمو سنوي 24%. أنفقنا على قطاع الحماية الاجتماعية 502 مليار جنيه بمعدل نمو 20%. الثلاث قطاعات ذات الأولوية كان معدلات نموهم تفوق أي معدلات نمو أخرى، ده شيء محمود شيء إيجابي، ولو وكل ما يكون عندنا موارد أكبر كل ما هنقدر نتوجه هذا التوجه. احنا السنة اللي فاتت دعم السلع التموينية وصل 133 مليار جنيه مقارنة بالسنة اللي قبلها كان 121 مليار جنيه، بنتكلم على زيادة تقريبا تقترب من 10%، رقم كبير. دعم المواد البترولية بالإجراءات اللي تمت بزيادة 31%. احنا عملنا موضوع الإقرار الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية للإيثار الإلكتروني للنظام الموحد للأجور والمرتبات، ده بيتطور على فكرة، الأنظمة دي كلها بتتطور أول بأول، بنحاول نقلل العامل البشري على قد ما نقدر بالتطور بتاعه لحد ما يوصل في الآخر إن احنا يمكن ما يبقاش فيه اتصال مباشر خالص بالمول ونقبل إقراراته بشكل أو بآخر. ده بيساعدنا طبعا في تسهيل العملية الضريبية والرفع من مستواها. ما بدأناه من عدة سنوات، يمكن بدأ من 2018 نحو التحول الرقمي في عدة مشروعات ضخمة، منها الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى الكور تاكسيشن اللي هو ميكانة إجراءات العمل الضريبي. دي ساعدتنا بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن لولاها طبعا بعد دعم ربنا والقيادة السياسية وقيادة وزارة المالية ما كناش قدرنا يمكن نحقق المستهدفات ومعدلات نمو كمان كبيرة. طبعا مبادرة مهمة جدا ومن أهم أهدافها هو تحسين الخدمة التعليمية ومستوى التعليم، وعلشان كده احنا بنفكر حضراتكم النهاردة هنكون برضو بنتكلم على موضوع التعليم والثانوية العامة والتعليم الجامعي، وازاي دي مرحلة فارقة ومهمة جدا في حياة كل إنسان مصري، وازاي كمان بقى دلوقتي في أسواق جديدة، بقى عارف يا شاذلي بقى دلوقتي في تخصصات جديدة بتوفرها الجامعات نظرا لتغير متطلبات العمل. ما بقيناش بس مركزين زي زمان ان عايزين دكاتره عايزين مهندسين، طبعا محتاجين الدكاتره والمهندسين، بس اقصد دلوقتي بقى في حاجات جديده، بقى في مثلا برامج للذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس، بقى في حاجات كتيره جدا عشان نقدر نواكب بيها متطلبات العصر. وعشان كده احنا النهارده يكون معانا فقرات كتيره نتكلم فيها طبعا عن هذا الموضوع، عن اوائل الثانويه العامه نحتفل بيهم، وكمان نتكلم عن اللي جاي بالنسبه لهم هيكون عامل ازاي. على كل ده ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. اتفضلي دينا. شكرا لك يا شاذلي. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل المملكه الاردنيه الاوضاع الاقليميه وخاصه في قطاع غزه، وخلال اتصال هاتفي استعرض الجانبان الاتصالات المكثفه التي تجريها الدولتان لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الاوسط، واكدا اولويه التهدئه في المرحله الحاليه وخاصه من خلال التوصل الى وقف فوري ومستدام لاطلاق النار بقطاع غزه لنزع فتيل التصعيد.
عقد الحوار الوطني اجتماعات نوعية لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيدا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، وذلك لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة. وفي بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني، تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون الجلسات على مرحلتين: المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، فضلا عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية باتجاهاتها المختلفة وكل ذوي الشأن. وكذلك المرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري. أعلنت حركة حماس تعيين قائدها في قطاع غزة يحيى الصنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل قبل أسبوع في طهران. وتعليقا على تعيين الصنوار، صرح مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس بريس أن هذه الخطوة تنطوي على رسالة قوية للاحتلال، مفادها أن حماس ماضية في نهج المقاومة. وفي المقابل دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى تصفية الصنوار. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن على الجميع في المنطقة إدراك أن مزيدا من الهجمات يؤدي إلى إدامة الصراع وعدم استقرار الأمن. وأكد بلينكين خلال مؤتمر صحفي بمدينة أنابوليس الأمريكية أن المفاوضات وصلت إلى مرحلتها النهائية، وأن واشنطن تؤمن بشدة بأنها يجب أن تصل إلى خط النهاية قريبا. وفي الوقت نفسه قال بلينكين إن يحيى الصنوار القائد الجديد لحركة حماس كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي عندما يتعلق الأمر بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود، وأصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه شن هجوما بواسطة طائرات مسيرة استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621، مما أسفر عن قتلى ومصابين بجنود الاحتلال. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مناطق شمال الجولان وإصبع الجليل، واعترض عددا منها. اعتمد الحزب الديمقراطي بشكل رسمي كلا من كاميلا هاريس وتيم وولز كمرشحين ديمقراطيين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس. هذا وقالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس إن حملتها الانتخابية ليست للتصدي لدونالد ترامب المرشح الجمهوري فحسب، بل هي كفاح من أجل المستقبل. وأوضحت هاريس خلال حملة لها مع نائبها الجديد تيم وولز أنها ستعزز الرعاية الصحية لجميع الأمريكيين، وأن الدفاع عن الطبقة الوسطى ورعاية مصالحها الهدف الأساسي من الرئاسة الأمريكية. ومن جانبه أعلن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم وولز أن الولايات المتحدة تريد حل خلافاتها عبر التصويت وليس العنف كما يريد ترامب. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. النهارده ذكرى وفاة فنانة أنا شخصيا بحبها جدا وهي عزيزة على قلوبنا كلنا، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز اللي بتعد واحدة من أهم الأيقونات في تاريخ الفن المصري السينمائي والدرامي. اشتهرت طبعا بملامحها الهادية البريئة كده اللي بتخلي المشاهد يتعلق بيها وبظهورها على الشاشة. طبعا زي النهارده رحلت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد حوالي شهرين ونص من وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. دلال عبد العزيز أيقونة فنية مميزة تحل اليوم ذكرى وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بفيروس كورونا
وكان لها طلة خاصة على شاشة السينما، وبرعت في تقديم جميع الأدوار الفنية حتى استطاعت أن تكسب قلوب الجماهير بتعاملاتها مع الناس وحسن سيرتها، بالإضافة إلى أعمالها الهامة. نشأت الفنانة دلال عبد العزيز في محافظة الشرقية بحي يوسف بي في مدينة الزقازيق وسط ثلاث إخوات، وكان الأب يعمل مدرساً للمرحلة الثانوية والأم ربة منزل. التحقت الفنانة دلال عبد العزيز بمعهد التمثيل عقب الانتهاء من دراستها في المعهد العالي الزراعي، واكتشفها المخرج نور الدمرداش فقدمها في مسلسل بنت الأيام، ثم شاركت في مسرحية أهلاً يا دكتور، وكانت بداية معرفتها بسمير غانم. ويعد مسلسل بنت الأيام بداية المشوار الفني وأول ظهور للفنانة دلال عبد العزيز، وكان من إنتاج عام 1977 ومن بطولة الفنانة كريمة مختار وشيرين. وقد كشفت الفنانة دلال عبد العزيز مسبقاً أن الفنان الراحل جورج سيدهم هو أول من قدمها على خشبة المسرح، وكانت أول مسرحية تشارك بها هي أهلاً يا دكتور من إخراج حسن عبد السلام. قدمت الفنانة دلال عبد العزيز عدداً كبيراً من الأعمال الفنية، وصلت لقرابة 220 عملاً متنوعاً ما بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة، لتعتبر واحدة من عمالقة الفن في العالم العربي. وبدأت قصة حب وزواج سمير غانم ودلال عبد العزيز من خشبة المسرح، وكانت من أنجح قصص الحب والزواج في الوسط الفني، وأسفرت عن ابنتيهما النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم. وجمع الثنائي الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، ولكن كان للمسرح طابع خاص، حيث كان هو شعلة الحب بين الثنائي، وجمعهما على المسرح أربع مسرحيات. وتمتلك أسرة الفنان الراحل سمير غانم موهبة فنية وتمثيلية، بالإضافة إلى روح الكوميديا التي ورثتها دنيا وإيمي سمير غانم من والديهما. وكان للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مشاركة في عدة أعمال مع ابنتيها دنيا وإيمي، بعضها مع إحدى ابنتيها، وبعض الأعمال جمعت الثلاثي سوياً. كان آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز فيلم تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعمرو وهبة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي. طبعا مفيش شك رحله فنيه كبيره، عايزين نتعرف على تفاصيل هذه الرحله وابرز المحطات فيها مع الناقد الفني الاستاذ كريم المصري اللي معانا على التليفون. يا استاذ كريم صباح الخير. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا هلا، وصباحكم حلو تملي دايما. يا هلا صباح الفل. طبعا محطات كتيره للفنانه الكبيره دلال عبد العزيز، عايزين نبدا مع حضرتك، اولى هذه المحطات وكيف كان مشوارها الفني؟ في الحقيقه النهارده ذكرى فنانه يعني ثابت في قلوبنا، هي وأستاذ سمير غانم وغصة من يوم ما رحلوا. يعني هي بداية الفنانة دلال عبد العزيز كانت باكتشاف من نور الدمرداش في مسلسل رحلة الأيام، وعمرها ساعتها كان لا يتجاوز 17 عام يعني، وبدأت من هنا رحلتها. الفنانة دلال عبد العزيز كانت فنانة قديرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. للأسف نجومية سمير غانم الطاغية يمكن خلت الكلام يبقى كتير على سمير غانم مش على دلال عبد العزيز، مع انها كانت صاحبه مسيره مليانه بالتحولات. واهم التحولات دي من وجهه نظري انها كانت متصالحه جدا مع فكره العمر. هي اول فنانه وهي عمرها 38 و39 سنه كانت بتقبل بفكره دور الام. يعني التحول الرئيسي كان سنه 98 في فيلم مبروك وبلبل مع يحيى الفخراني، ومن هنا بدأنا نروح نشوف وجه تاني خالص لدلال عبد العزيز، لحد ما كان الانفجار سنة 2001 مع للعدالة وجوه كثيرة بالأم القوية المتغطرسة، وفي نفس الوقت كان بيتعرض لها مسلسل حديث الصباح والمساء، الأم اللي فيها حنية وطيبة وأم مصرية يعني. ومن هنا بدأنا نشوف مرحلة تانية خالص من مسيرة دلال عبد العزيز. طب يعني يا كريم، في كل مراحل التحول دي من وجهة نظرك ايه أهم الأعمال اللي قدمتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز اللي بيها أصبحت أيقونة وحفرت اسمها في ذاكرة الجمهور؟ في الحقيقة أعمال كتير جدا، لأنها كانت من الفنانات اللي عندهم لياقة فنية بتسمح ليهم إن هم يجاروا نجوم من نجوم الشباب. دلال عبد العزيز فأسف على الإزعاج مع أحمد حلمي، دلال عبد العزيز لا تراجع ولا استسلام مع
احمد مكي، دلال عبد العزيز قدمت عدد من الافلام. ده الدور مع احمد مكي ده كان خطير لما كانت عامله والدته، كان خطير. شفنا وجه مغاير ليها تماما في في الدور ده. وعدد كبير من الاعمال خصوصا في الفتره الاخيره في اخر 10 سنين متنوعه بين الافلام والمسلسلات، شفنا تنوع بالمسيره الثريه لدلال عبد العزيز. طيب احنا كمان شفنا الثنائي بقى ما بينها وما بين الفنان الجميل سمير غانم، هو ثنائي مختلف شويه في الوسط الفني. بدايه علاقتهم جت فين بالظبط؟ بداوا ازاي؟ ومسيرتهم الفنيه كانت عامله ازاي مع بعض؟ بدايه العلاقه كان في مسرحيه اهلا يا دكتور. ومن هنا نشات بينهم العلاقه العاطفيه اللي كللت بزواج يعني سنه 84. وبعدها بداوا يعملوا عدد كبير من الاعمال المسرحيه والسينمائيه ما بينهم يعني. وهي قصة في منتهى الرومانسية، حتى الوداع الأخير ليهم كان وداع رومانسي جدا، وكأنهم روح واحدة قرروا إن هم يسيبونا في وقت واحد يعني. ودي من أهم القصص الرومانسية في تاريخ في تاريخنا الفني كله يعني، اللي جمعت بين زوجين من الوسط الفني بالإخلاص والبهجة اللي كانوا بينشروها في كل مرة بيخرجوا وبيطلوا علينا فيها يعني. يعني يمكن ارتباطنا بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ما كانش مجرد ارتباط بيها هي بس، قد ما ارتباط بالأسرة الفنية دي كده كلها على بعضها، هي والفنان الراحل سمير غانم وكمان بناتهم إيمي ودنيا سمير غانم. مشاركتها المميزة مع بناتها يعني ده خلق كده زي روح أسرة فنية متكاملة وربطهم ارتباط مباشر بالجمهور. إيه أهم الأعمال اللي جمعتهم من وجهة نظرك؟ هو قبل ده احنا شفنا أسرة مصرية عادية جدا من زي اللي بنشوفها في بيوتنا كلنا، شفناها متمثلة في الأسرة الفنية الكبيرة دي يعني. لا يعني هم قدموا مع بعض عدد من الأعمال. للأسف كمان العمل الأخير مع الدنيا وهشام ماجد كان واحد من الأدوار المهمة جدا لعبد العزيز، وشفناها فيها بشكل مختلف جدا. شفناهم في عدد كتير من الاعمال خصوصا في الفتره الاخيره، حتى مشاركه دلال عبد العزيز في مسلسل الكبير مع دنيا سمير غانم في الجزء الثالث تحديدا، والظهور لسمير غانم في المسلسل على المراحل الاجزاء، ويعني كان بيظهر تملي في كل جزء كده بعدد حلقه او حلقتين، وكان تملي بيضيف ليه. شفنا مسلسل لهفه سمير غانم ودنيا سمير غانم، قدموا لنا واحد من المسلسلات اللي هتفضل مهمه في تاريخنا الفني الكوميدي تحديدا، وكان بيشارك فيها برضه الاستاذ سمير. طبعا. طيب دور استاذ سمير في حياه الاستاذ دلال الفنيه بقى كان عامل ازاي؟ في الحياه الاجتماعيه يعني احنا اتكلمنا في الحياه الاجتماعيه وبدايه قصه الحب والعلاقه العاطفيه اللي جمعتهم في البدايه في المسرحيه. فنيا بقى. فنيا بقى. فنيا قيمه زي سمير غانم اكيد موجوده، واحد من احسن ممثلين الكوميديا اللي جم في تاريخنا، اكيد كان بيساعدها كتير جدا خصوصا على المسرح وكسر رهبه المسرح. نزار عبد العزيز بدات في مراحل عمريه وهي صغيره جدا يعني، عمرها وهي واقفه على المسرح كان عمرها 18 و19 سنه، فاكيد اضاف ليها خبره ازاي مواجهه الجمهور، الطرق المسرحيه بقى اللي احنا عارفينها، ازاي اكتساب السوكسيز، امتى هترمي الافيه عشان تنال السوكسيز، اكيد ساعدها كتير، اكيد قدمها بشكل مختلف، بس ده لا يعني انها كانت بتملك موهبه كبيره جدا طبعا، واكيد دعمها حتى في الاعمال اللي هو مش موجود فيها بكل تاكيد. اكيد طبعا. طب بالنسبة للأعمال الكوميدية يعني يا أستاذ كريم، كلمنا على الأعمال الكوميدية لأن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كان ليها بصمة واضحة في أعمال درامية يعني نقدر نقول عليها جادة وبتخاطب المجتمع المصري، بس كمان روحها الخفيفة كانت حاضرة في الأعمال الكوميدية. الأفضل من وجهة نظرك؟ الأفضل واللي هيفضل علامة كبيرة لا تراجع ولا استسلام والدة حزلوم. انا متفقه معاك، ده ايقونه تاريخيه يعني، هتفضل علامه مميزه في طول تاريخنا الفني الدور ده تحديدا يعني، والكيمياء اللي جمعتها مع احمد مكي والحاله اللي كانت عاملاها وضيفها للفيلم كانت حاله عظيمه يعني. كل الشكر للناقد الفني كريم المصري، بنشكر حضرتك. مرض العصب السابع واحد من الامراض اللي بتتسبب في اعوجاج في الفك والفم، ولما المريض بيصاب بيه بيشك انه لا قدر الله اصيب بجلطه، فايه حكايه هذا المرض؟ هل بيجي نتيجه التوتر؟ هل الضغط النفسي الزائد من الممكن ان هو يوصلنا لمرض العصب السابع؟
والله يعني يمكن في ناس كتير بتعتقد يا شاذلي ان الامهات بتكون اكثر عرضه للاصابه بنتيجه ضغوطها اليوميه، الاولاد والبيت والشغل يعني الستات. فيعني حابين نعرف اكتر ونوضح الموضوع دوت، عشان كده تفاصيله مهمه جدا هنسمعها دلوقتي من الدكتور طارق المنيسي، استاذ امراض المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه الازهر، واللي موجود معانا دلوقتي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. هل التوتر والضغط العصبي يا دكتور، الضغط النفسي، ممكن يوصل صاحبه للاصابه بمرض العصب السابع؟ هو طبعا احد الاسباب المؤهله الحقيقه للعصب السابع هو ممكن يكون الضغط النفسي، لانه بيظهر امراض اخرى الحقيقه. يعني العصب الجهاز النفسي بحد ذاته بيجيب العصب السابع، انما الحقيقه ممكن يكون عنصر مؤهل لاظهار الامراض الاخرى. ده بيبقى، انما مباشره لا طبعا لا. طيب تمام دكتور طارق، ايه هو اصلا العصب السابع؟ بالظبط كده، هو ده حاجه سؤال مهم الحقيقه. هو العصب السابع ده الحقيقه من الاعصاب اللي بنسميها الاعصاب السهله الممتنعه، يعني تشخيصه يبدو انه سهل، ولكن الحقيقه بعض الاحيان بيعبر عن مشاكل اخرى كتيره. ففي عندنا جزئين، جزء هي اصابه العصب السابع نفسه، ودي بتبقى لها اسباب محدده، وبعض الاحيان العصب السابع بيبقى جزء من مرض اخر، دي قد تكون بدايته او قد تكون المقدمه بتاعه ظهور امراض اخرى. فالحقيقه دي النقطه المهمه اللي نحب نركز عليها. الاول نتكلم عن العصب السابع هو ايه. احنا عندنا الحقيقه ببساطه بسرعه كده، احنا بنسمي عندنا اعصاب اسمها الاعصاب القحفيه، وده عددها 12 عصب. دول بيطلعوا من المخ مباشره، وبيبقى تقريبا مسؤولين عن معظم الاشياء، الحواس الخمسه الخاصه بالابصار، حركه العين، السمع، استطعام الاكل، حركه الوجه. حركه العين لها حركه، لها اعصاب، وحركه الوجه نفسه لها اعصاب. فالعصب السابع في الترتيب بنسميه العصب السابع او الفيشل نيرف باللغه الانجليزيه طبعا. يعني الحقيقه العصب السابع ده مش سهل يعني ان احنا نتعامل معاه، لان العصب السابع ده له ثلاث اجزاء وهو بيطلع من المخ علشان يوصل للوجه. المسؤول عن الوجه، عن كل تعبيرات الوجه اللي احنا بنتعود عليها، الضحك، البكاء، الاندهاش، اي تعبير، حركه، مسؤول عن حركه الشفايف، مسؤول عن حركه العين. ده دي المهام الاساسيه بتاعت العصب السابع. الحقيقه العصب السابع هو بيطلع من المخ له ثلاث مراحل. الجزء الاولاني لما بيطلع من النواه بتاعته في الجزء في الجزء منطقه اسمها جزء المخ، دي بيبقى ماشي جوه المخ نفسه. بعد كده بيدخل القناه العظميه جوه الجمجمه. القناه العظميه دي بتبقى لها بردك اعراض خاصه بيها. بعد كده يخرج من المخ من خلف الاذن، في فتحه بيخرج منها ويدخل بقى على الوجه، يدي الحركات التعبيريه. وهو بيطلع من المخ الحقيقه بيبقى معاه عصبين تانيين، مش عصب واحد. عصب مسؤول عن تحريك عظيمات الاذن، وده بنسميه النيرف اوستابيديس، ونيرف اخر وعصب اخر بيبقى خاص بالاستطعام في جزء من اجزاء الفم. فاذا لما بنيجي نشخص العصب السابع، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين المنطقه بتاعته اللي اتصاب فيها. اذا كان في معاه الاستطعام وحركه الاذن او الصوت وكده، فهنتكلم على الاعراض بتاعته. ايه الاعراض؟ اول حاجه بيلحظها المريض الحقيقه عاده، يعني اللي هو بيشعر بيها، ان هو بيبقى حاسس بلوحه، يعني زي ما وشه مشدود كده زي ما بنقول، زي ما انت عارضينها كده. بيبقى مسؤول عن حاجتين. العصب السابع ده الحقيقه حاجه مهمه جدا، ان هو له جزء بيتحركه المخ وجزء بيتحرك من العصب السابع. الجزء اللي بيجي من الاصابه نتيجه للمخ نفسه، دي بتبقى فيها مشكله ان اللوحه ما بتجيش غير في الفم بس، انما العين ما بتنصبش. اذا جينا بقى للعصب نفسه بتشمل العين وبتشمل الحركه، فدي مهمه جدا للمرضى اللي بيصابوا، علشان اذا كانت الاصابه محدودة في الفم، ده عليه يتوجه لأن احتمال يبقى فيه أسباب أخرى غير إصابة العصب السابع نفسه. فدي حاجة مهمة جدا. فإذا في التشخيص مش مجرد بس إن احنا بنتفرج بنقول إن احنا عصب سابع ونسكت ونعالج عصب سابع، لأن ممكن يكون بيعبر عن أشياء أخرى. من الحاجات المهمة جدا تكرار العصب السابع نفسه. تكرار العصب السابع نفسه حتى في السن الصغير أحيانا بيعبر عن مشكلة
قادمة جاية، وهي السكر أحيانا مرض السكر. يعني الناس اللي بتصاب بالتكرار العصب السابع مهم جدا يتفحصوا حتة السكر، لأن ممكن يجي مرة يمين مرة شمال، ممكن نفس أنها تتكرر أكثر من مرة. فدي حاجة مهمة جدا، وإحنا بنعالج أن إحنا نبقى عارفين أول حاجة مكان الإصابة فين، مرحلة الإصابة فين، بعد كده خارج فين. طب يا دكتور، هل السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض العصب السابع نتيجة الضغوط اليومية اللي بيعيشوها الستات كل يوم؟ مدى صحة الموضوع ده حقيقي؟ طبعا شفت. طبعا الضغوط اليومية بالسهر والإجهاد والتعرض، في إجهاد بدني وإجهاد نفسي. الإجهاد البدني زي التعرض للمراوح والتكييف. أيوة. الحقيقة يعني التكييف ده مهم جدا، والمراوح. واحد عنده سكر والدم بيوصل للعصب قليل، لان مرضى السكر بيبقى عندهم استعداد لالتهاب الاعصاب، فاول ما بيتحرك بيجي يتعرض للهواء بتقل كميه الدم اللي رايحه للعصب، بيصاب العصب على طول. فدي برضك ما ده اجهاد. صحيح. يعني واخدك الاصحاء، السهر وعدم التغذيه السليمه، وده كل ده برضك اجهاد، ده بيقلل كفاءه كل جسم بما فيها الاعصاب القحطيه اللي من ضمنها العصب السابع، فده حاجه مهمه جدا. الشيء المهم اللي انا عايز اقوله في الحقيقه في العلاجات في بعض الاحيان، ودي بنصح بيها شويه زمايلنا وبعض الاحيان يعني الحديث، اللي هو مرحله العلاج الطبيعي صراحه. دي نقطه مهمه عاوز الفت النظر اليها قبل ما اتكلم على بقيه الاعراض، لان انا شايف الحقيقه صور وانتم بتعرضوها، الصور دي مهمه جدا وحابب اعلق عليها. يعني العلاج لما بيكون العصب في الالتهاب في المرحله الاولانيه ما يجبش الحقيقه العلاج الطبيعي يتضمن العلاج بالكهرباء، لان ده بعض الاحيان بيزعد على زياده الاصابه، لانه بيجهد العصب اكتر وهو بيستحسه كهربائيا، فده بيسبب ان العصب يتورم اكتر وتبقى نتائج الرجوع بتاعته اصعب. تمام. شويه. وصلت الصوره دكتور طارق، كل شكر ليك. دكتور طارق المنيسي استاذ امراض المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه الازهر، شكرا جزيلا يا فندم. امبارح قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان بان ازمه الادويه اللي شهدتها البلاد بدات بالانتهاء، حيث عادت خطوط الانتاج للعمل بكامل طاقتها، وان المصانع المحليه بدات في توفير مخزون من الادويه. طبعا هتكون المواد الخام متوفره حتى في حال عدم توفر العمله الصعبه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير استاذ هلا، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم. يا اهلا بك يا فندم. في البدايه لو نوضح السبب اصلا وراء هذه الازمه. يعني كما ذكر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالامس مع الدكتور علي العمراوي رئيس هيئه الدواء واللواء الطبيب بهاء الدين ديدان رئيس هيئه الدواء الموحد، انه في فتره سابقه شهدتها الدوله المصريه كان هناك صعوبة في توفير العملة التي يتم استيراد بها مواد الخام. تمام. الحمد لله هذه الأزمة انتهت وتم توفير العملة وبقى هناك توفير للمواد الخام للمصانع، لكن دورة التصنيع بتاخد وقت من 4 لـ5 شهور عشان يتم تصنيع المنتج وإعادة المخزون الاستراتيجي مرة أخرى. الحمد لله احنا الموضوع ده بدأ، التصنيع بدأت المصانع من شهر 6 اللي فات تعمل بكامل طاقتها، عشان كده خلال الـ3 شهور ديت اللي هي 7 و8 و9 بدأ سوق الدواء يشهد انفراجة يوما بعد يوم، وكل يوم الحمد لله بتتوافر أدوية لم تكن موجودة قبل ذلك أو كان يصعب الحصول عليها. احنا بس عايزين نؤكد على مسألة مهمة، انه الحمد لله الأزمة انتهت والدواء يتوافر تباعا كل يوم في الأسواق وفي الصيدليات وكذلك في المستشفيات، لكن من المهم ان احنا نؤكد على ان الدولة المصرية بالمصانع الوطنية تصنع اكثر من 91% من احتياجاتها، والمواد الخام بيتم استيرادها من اماكن معروفة واماكن معتمدة على مستوى العالم، وبالتالي الدواء المصري هو دواء فاعل آمن يتميز بجودة عالمية ويتم تصديره ايضا الى اكثر من 80 دولة على مستوى العالم لها شروط قياسية. وبالتالي من المهم ان الناس تدرك ان المثيل الذي صنع في مصر هو من حيث المادة الفعالة، من حيث التركيز، من حيث طريقة التناول بنفس كفاءة وجودة الدواء اللي بيتم استيراده من الخارج. طب يا دكتور، يعني المخزون الموجود من الادويه دلوقتي يكفينا كم شهر؟
موضوع المواد الخام اللي موجوده دلوقتي بتكفينا اكتر من 6 اشهر. تمام. طيب يعني يمكن البعض برضو بيسال عن الانسولين، مرضى السكر عايزين يطمنوا. الحمد لله الحمد لله الانسولين احنا المصنع اللي كان بيزوره السيد الوزير امبارح انتاجه من الانسولين سنويا 12 مليون عبوه انسولين، مصر بتستهلك 27 مليون عبوه، فمصنع واحد بس على الاراضي المصريه، احنا عندنا اكثر من 4 مصانع بتصنع انسولين، مصنع واحد منهم بيطلع 12 مليون من جمله انتاج 27 مليون، فالحمد لله الانسولين متوافر وتم ضخ كميات كبيره في الاسواق، بالاضافه الى انه كمان الانسولين المستورد بدا يصل الى الاسواق المصريه وبيتم ضخه تباعا خلال ال 10 ايام اللي جايين، اللي كان بياخد مستورد هياخد، اللي بياخد انسولين مصري هياخد، لكن انا ما زلت اؤكد على ان الانسولين المصري فاعل وكف، والماده الخام تستورد من نفس الشركه التي تصنع بره الانسولين المستورد. تمام. اذا 91% زي ما حضرتك ذكرت من الادويه اللي بتستخدم في مصر هي تصنيع محلي بتصنع في مصر، بنستورد فقط المواد الخام بتاعتها، والباقي حتى دلوقتي مفيش فيه ازمه، يعني حتى بما ان ازمه الدولار الحمد لله خلاص اتحلت، فحتى اللي بنستورده بقى موجود دلوقتي. الحمد لله ده كلام مظبوط تماما، ويمكن المواطنين هم بانفسهم يعني اطلق معبر عن الواقع هو ان المواطن ينزل الصيدليه ويلاقي الدواء، فبالتاكيد ان اللي نزل امبارح وجد ما يريد بشكل افضل من اول امبارح، اللي هينزل النهارده هيجد سهوله اكثر في الحصول على ما يريد. خلال الفترة القريبة القادمة لن يجد أي مواطن صعوبة في الحصول على الدواء. احنا برضو بنؤكد على فكرة انه ما فيش مرة من ضمن المرات ما كانش عندنا في مصر مريض يحتاج الى دواء لم يجد. الفكرة كلها انه الدواء المعين اللي هو معتاد عليه يمكن كان يجد صعوبة في الحصول عليه، وده سوف ينتهي ان لم يكن بدأ في الانتهاء بشكل فعلي في هذه الايام. طب يا دكتور، هل فعلا حقيقي ان احنا في السوق المصري بنحتاج اكتر من 27 مليون عبوه انسولين سنويا، وتقريبا انتاجها منه قد ايه؟ زي ما ذكرت لحضرتك احنا يعني المصنع بتاع امبارح بيطلع 12 مليون سنويا، احنا فعلا المتوسط لاستهلاك 27 مليون، مصنع واحد بتاع امبارح اللي كان موجود في 6 اكتوبر مصنع المهن الطبيه بيطلع 12 مليون، وطاقته الانتاجيه القصوى تصل الى 18 مليون. هناك مصانع اخرى بتصنع من 4 إلى 6، اكثر من 4 مصانع، يعني احنا نستطيع ان نكتفي ذاتيا من الانسولين بالتصنيع المصري، ولكن مع ذلك الدوله المصريه بتوفر ايضا المستورد لمواطنيها الراغبين في ذلك. جميل جدا. دكتور حسام، زي ما حضرتك ذكرت ان احنا خلال 4 أو 5 شهور كل الادويه هتكون موجوده في الاسواق، والانتاج اقل من كده بشكل كبير جدا. طيب. مش 4 5 شهور طبعا، احنا بدانا 4 ل 5 شهور دولت بداوا من شهر 6 اللي فات. طيب خلاص، يعني احنا خلاص قربنا ننتهي يعني من المده. اليه الرقابه يا فندم هتكون عامله ازاي؟ لان احنا خلاص انتجنا وعندنا وموجود، لكن ممكن حد ينزل الصيدليه يكون متعود على دواء معين مش موجود نتيجه مثلا، هنقول طبعا احنا مش هنتكلم مش هنعمم الموضوع، لكن اكيد ممكن يكون في احتكار من بعض المخازن او من بعض الشركات. يعني خليني اقول لك انه ان لا شك ان هيئه الدواء المصريه تقوم بحملات مستمره ومتدامه ورقابيه لمنع التخزين والاحتكار. جميل جدا. لكن الحل الامثل دائما ما نراه هو الوفره، وده اللي بتعمل عليه الدوله المصريه، وتوفير المنتج يؤدي الى منع اي نوع من انواع التلاعب والاحتكار والتخزين. كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. مشاهدينا فاصل سريع وهنرجع من بعده نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم وصلت إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء المغرب يوم الخميس الجاي في لقاء تحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
لاعبة المصارعة المصرية ندى مدني خسرت من لاعبة الصين بنتيجة 7-2 في منافسات وزن 50 كيلوغرام في منافسات المصارعة الرومانية داخل دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتنتظر وصول لاعبة الصين إلى النهائي لتحصل على فرصة الترضية. محمد فاروق أنهى منافسات الغطس 3 متر متحرك بعدما استقر في المركز 23 من أصل 25 لاعب. ودع فاروق أولمبياد باريس من مرحلة التصفيات إذ يتأهل أول 18 لاعب فقط إلى النهائيات. محمود خالد لاعب منتخب المصارعة خسر بمنافسات وزن 77 كيلوغرام بنتيجة 9-0 أمام بطل أوزبكستان في دور 16 بأولمبياد باريس 2024. عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعه خسر الميداليه البرونزيه وده خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كيلوغرام بدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 اللي بتقام في العاصمه الفرنسيه باريس وهتستمر حتى يوم 11 اغسطس الحالي. كمان خسر محمد جبر لاعب المنتخب الوطني للمصارعه في المباراه النصف النهائي امام بطل ايران بنتيجه 6-0 في منافسات وزن 97 كيلوغرام بدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. الجزائرية إيمان خليف ضمنت الحصول على ميدالية ذهبية أو فضية بعد الوصول إلى نهائي وزن 66 كيلوغرام في الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وفازت إيمان على منافستها التايلاندية جانجيم سوانا بينغ وزن 66 كيلوغرام بإجماع آراء الحكام في الدور قبل النهائي. أحرزت البحرينية وينفريد يافي ذهبية سباق 3000 متر موانع للسيدات في ألعاب القوة في أولمبياد باريس، وانتزعت البحرينية المركز الأول برقم أولمبي بلغ 8 دقائق و52.76 ثانية لتحطم الرقم السابق الذي سجلته جولنارا ساميتوفا في أولمبياد بكين 2008. الأسترالية أرسا ترو أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة التزلج على اللوح سكايت بورد دافئة المنتزه للسيدات في أولمبياد باريس 2024، وأصبحت أرسا ترو أصبحت أصغر بطلة أولمبياد باريس 2024 بعدما نالت ذهبية ألواح التزلج سكايت بورد في سن 14 سنة. الصين استعادت صدارة جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعدما وصلت إلى 22 ذهبية بفضل نجاح وان هونغ تشان في الحفاظ على لقب القفز من منصة ثابتة لمسافة 10 أمتار في منافسات الغطس، ورفعت الصين رصيدها من الميداليات الذهبية إلى 22 ميدالية مقابل 21 ميدالية ذهبية لأمريكا. وبكده خلصت جولتنا الرياضيه، هرجع مره ثانيه لها لو شاذلي علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا دينا. طبعا انت قلت لنا اخبار رياضيه مهمه جدا، بس احنا عندنا تفاصيل اكتر. يعني مثلا النهارده منتخبنا الوطني لكره اليد عنده مباراه امام منتخب اسبانيا في ربع النهائي منافسات اولمبياد باريس 2024. ابطالنا العرب حققوا نجاحات كتيره، وطبعا بعثتنا المصريه اللي بتشارك في المنافسات باكبر بعثه في تاريخها. هنتعرف على اخر اخبار البعثه المصريه هناك واخبار منتخب كره اليد ومباراته النهارده امام اسبانيا. كل ده واكتر هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا هنا في الاستوديو، الاستاذه دينا نبيل الناقده والمحلله الرياضيه. صباح الخير يا استاذه دينا. صباح الفل على حضراتكم، مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. صباح الخير عليكي، منورانا، ربنا يخليك. هنبدا معاكي طبعا من المباراه المهمه جدا لمنتخبنا، منتخب مصر لكره اليد مع اسبانيا. ما فيش شك ان هم بيادوا اداء كويس جدا طول الاولمبياد، لكن المباراه دي طبعا مباراه فارقه بكل تاكيد حسابيا وعلى الورق. مين اتقل؟ يمكن منتخب اليد عودنا في السنوات الاخيره اللي احنا بنشوفه سواء في بطوله عالم او اولمبيات انه اداؤه هو متواجد بالفعل ضمن افضل 7 منتخبات في العالم. صحيح. فلما يكون مباراه زي مباراه النهارده قدام اسبانيا فيبقى صعب شويه التوقع مين يقدر يحسمها، لكن بالتاكيد منتخب اسبانيا منتخب قوي، هو صاحب برونزيه اولمبياد طوكيو 2020، وطبعا كان فاز بيها على حساب منتخب مصر في المباراه طبعا تحديد المركز الثالث والرابع، لكن بالتاكيد منتخب مصر زي ما قلته في البدايه بيأدي اداء قوي جدا في البطوله، بتفتح البطوله بالفوز على المجر ثم باداء قوي جدا طبعا قدام الدنمارك اللي هي بطله العالم
بتخسر بس فارق 3 أهداف، ثم بتتعادل مع فرنسا اللي هي صاحبة الأرض والجمهور، وطبعا كلنا شايفين يعني من خلال متابعتنا الأولمبيات الجمهور الفرنسي عامل إزاي في كل الألعاب الحقيقة، مش في يعني دعمه للاعبيه قوي جدا في الصالات. كمان بعدها يمكن احنا فزنا على النرويج في مباراه تاريخيه للمنتخب الوطني، فرق هدف كان اداء قوي جدا من لاعبينا، واختتمنا دور المجموعات بالفوز على الارجنتين في اداء يعني ولا اروع لمنتخبنا الوطني، عشان نتاهل ونحسم وصافه المجموعه ونتاهل لربع النهائي في وصافه المجموعه باداء مميز جدا للاعبينا. طب شفتي مباراه الارجنتين ازاي ما بين مصر والارجنتين؟ مباراة الأرجنتين يمكن إحنا ما بدأناهاش بأداء قوي قوي في الشوط الأول، يمكن شوية كان الناس قلقت حبة لأن كان في فارق أهداف لصالحهم، لكن نجحنا إن إحنا نعود في الشوط الثاني وننهي المباراة بفارق يعني كبير من الأهداف. المباراة يمكن تألق فيها أكتر من حد، كريم هنداوي، يحيى خالد. يحيى خالد يمكن بيؤدي بطولة رائعة مع المنتخب الوطني، هو هداف المنتخب حتى الآن في دورة الألعاب الأولمبية، ويعني مش عاوز أنسى حد، بس فعلا المنتخب الوطني لكرة اليد بيؤدي أداء يعني قوي جدا. فكرة إن أنت تحسم كمان وصفت يعني دايما كنا قبل الأولمبيات بنقول مجموعة منتخب مصر مجموعة نارية، أنت تتأهل وإحنا في الوصافة، فده اكيد يعني انجاز كبير جدا لمنتخبنا الوطني بكل تاكيد. والمباريات كلها ما هي سهله، ما فيش مباراه من المباريات دي سهله على الاطلاق، وكون انك تروح وتيجي في نقاط تخسر نقطه فترجع تتعادل وبعد كده تجيب نقطه، فانت بتلعب بنديه، ويعني ما فيش فكره انه يكون في الفرق الكبير في النقاط، لان انت بتلعب منتخبات مصنفه بالظبط. فاعتقد ده بيؤكد برضو ان انت وسط الكبار، وسط الكبار ملهاش حل يعني. ده اكيد يعني كلنا شفنا من اول المنتخب ما بدا مشواره هو ازاي، حتى ماتش الدنمارك مثلا احنا كنا متخوفين منه شويه طبعا نظرا ان احنا مواجهتنا قدام الدنمارك بنبقى عارفين ان هي بتبقى صعبه جدا، لكن المنتخب رغم تاخره مثلا في الشوط الاول لكنه الشوط الثاني عمل اداء تاريخي، اداء قوي جدا، خصوصا طبعا محمد علي حارس منتخبنا الوطني. وانا دايما الحقيقه بشوف ان في كره اليد بيبقى الحارس اكتر من نص الفريق طبعًا. لازم لو انت الحارس بتاعك في مستواه فانت هتعمل ماتش عالمي. محمد علي باشا بصراحه محمد علي السد المنيع يعني، بصراحه محمد علي عامل بطوله رائعه، واتمنى ان شاء الله النهارده سواء هو او كريم هنداوي الاثنين يكونوا في الفورمه، او اللي هيلعب فيهم يكون في الفورمه، عشان بالتاكيد الحارس هيبقى ليه دور كبير قوي في حسم ماتش زي النهارده، خصوصا اسبانيا كمان عندها يعني قوة في مركز حراسة المرمى تحديد. طب أكيد أنت دينا تابعتي الماتشات اللي فاتت، توقعاتك إيه بقى الماتش النهاردة؟ يعني زي ما قلت أكيد هيبقى ماتش قوي جدا جدا. فكرة أنه بتلعب أسبانيا، أسبانيا بالتأكيد يعني باع طويل جدا في كرة اليد، يمكن أسبانيا في دور المجموعات فازت في 3 ماتشات وخسرت ماتشين عشان خاطر تتأهل كتالت في مجموعتها. يمكن كمان يعني يمكن احنا اخر مواجهتين قدام اسبانيا ما كناش موفقين، في زي ما قلت في ماتش البرونزيه في اولمبياد طوكيو، وكمان احنا قابلناهم تاني في دوره العاب البحر المتوسط اللي كانت بتقام سنه 2022 وخسرنا فرق هدف. فالمواجهه بتبقى نديه، فيها نديه شديده جدا جدا بيننا وبين اسبانيا. حتى بالمناسبه احنا لما خسرنا منهم في مباراه الميداليه البرونزيه في طوكيو كان بفرق 2 بس، يعني مش حاجه كبيره. فالمواجهات بيننا كان باروندو اللي موجود تقريبا، كان باروندو بالفعل موجود، والباروندو بالتاكيد كان صاحب طفره كبيره جدا مع المنتخب الوطني. طب هل باستور قادر ان هو يعمل برضو انجاز كبير معاهم زي ما عملوا باروندو؟ يمكن الاتحاد المصري لكره اليد بيعتمد بقاله فتره على المدرسه الاسبانيه، وهي اعتقد هي اثبتت نجاحها بشكل كبير جدا مع المنتخب الوطني، وكمان يمكن اثبتت نجاحها على فكره مع الانديه كمان زي الاهلي وزي الزمالك في البطولات اللي بياخدوها. يمكن باستور حتى الان اداؤه قوي جدا، انت بتفوز ببطوله افريقيا، يعني كلنا شفنا حتى اداؤه في بطوله افريقيا كان عامل ازاي، كانت بتقام على ارضنا هنا في شهر يناير اللي فات، بتؤدي مباريات قويه جدا، يعني بتنافس بشكل قوي. يمكن كمان باستور بشوف ان هو يعني هو مدرب عنده طموح ان هو يحقق تاريخ مع منتخب مصر. تفتكر ان هو فاهم المدرسه الاسبانيه كويس قوي في اللعب، فده هيكون ليه تاثير بشكل ما او باخر على ماتش النهارده مع اسبانيا؟ اكيد يعني اكيد هو شخص يعني باستور خبره طويله جدا اصلا في التدريب، واكيد ده هيفيده قوي في ماتش النهارده. يمكن اتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا نعدي ماتش النهارده، يعني اعتقد يعني لازم الناس تفهم طبعا هو اكيد مباراه هتكون صعبه، لكن دايما احنا ثقتنا في منتخب اليد بلا حدود، يعني غير كمان الباستور او باروندو
الكواليتي او الجوده بتاعت اللاعبين الجيل الحالي في منتخب اليد انا بشوفها ان هي اعلى جوده. يعني بتتكلم في علي زين، في محمد سند، يحيى خالد، يحيى الدرع، سيف الدرع، في زي ما كنا لسه بنتكلم عن محمد علي او كريم النداوي. فكل المراكز عندنا الجوده بتاعت اللاعبين قويه جدا، والاحتراف كمان فايد قوي اللعيبه دي. اللعيبه دي معظمها بيلعب في اوروبا، يعني الجيل الحالي في منتخب مصر معظمهم بيلعب في اوروبا في دوريات اوروبيه. فده اعتقد افادهم جدا مع المنتخب الوطني. هل عندنا اي غيابات؟ هو كان في كلام ان مهاب سعيد طبعا كان تعرض للاصابه في مباراه النرويج، لكنه وكان غاب عن ماتش الارجنتين، لكنه عاد لقائمه منتخبنا الوطني وهيكون موجود في ماتش النهارده قدام اسبانيا. طيب خساره عبد اللطيف منيع امبارح في البرونزيه امام بطل الصين، شفتيها ازاي؟ عبد اللطيف منيع كان من اكتر المرشحين ان هو يفوز بميدالي، يمكن ده عشم الناس جه ان هو يحقق ميدالي، فالناس كانت مترقبه جدا مباراه عبد اللطيف منيع في البرونزيه هيعمل ايه. يمكن كلنا شفناه امبارح في مباراته قدام بطل الصين، كانت مباراه قويه جدا، وهو حتى كمل المباراه وهو مصاب، كلنا شفنا صور وهو متعور وبيكمل وتحامل على نفسه وكمل الماتش. يمكن طبعا يعني هو خرج في لايف امبارح بالليل على صفحته واعتذر للشعب المصري، وكان قال ان انا كنت اتمنى ان انا افرحكم، لكن ان شاء الله يعني انا هواصل عشان خاطر ان انا احقق لكم حلمكم ان شاء الله في لوس انجلوس 2028، مباراه كبيره طبعا ليه، لكن كنا نتمنى طبعا ان هي تتوج بميداليه اولمبيه لمصر. طيب على جانب اخر عندنا محمد جبر لاعب المصارعه هيلعب النهارده على البرونزيه. محمد جبر يمكن كان مفاجاه ان هو يواصل مشواره، لان كانت قرعته صعبه جدا في المصارعه في اولمبياد باريس، لكن هو نجح ان هو يفوز على مصنفين اعلى منه ونجح ان هو يواصل مشواره. عنده النهارده ماتش مهم، يمكن حتى قبل الهوا كان لسه ما تحددش البطل اللي هيقابله، لكن المفروض ان هو المباراه المفروض الساعه 8:30 مساء اليوم، مباراه اكيد كبيره جدا لبطلنا. نتمنى ان هو ان شاء الله يعني يصنع مفاجاه، عايزين المصارعه كده ان هي يعني قدها ان شاء الله، ان شاء الله قدها باذن الله. طب بالنسبه لينا منتخب مصر للسباحة التوقيعية، المنتخب احتل المركز العاشر والأخير في منافسات امبارح، ايه تحليلك؟ يمكن احنا السباحة التوقيعية او العاب الماء تحديدا مش مرشحين فيها قوي ان احنا نحقق ميداليات، لان شوية الارقام بتاعتنا مش يعني وفقا للارقام مش متوقع ان احنا نحقق فيها انجاز، لكن بالتأكيد اداء قوي من بناتنا في الاولمبياد في السباحة التوقيعية. نتمنى ان شاء الله، هم لسه عندهم كمان منافسات النهاردة في الفرق مساء اليوم، نتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا يعني يأدوا أداء قوي في الأولمبياد. طيب عندنا إيه تاني النهاردة والأولمبياد فيها إيه خلال الأيام اللي جاية؟ إحنا لسه لحد يوم 11. النهارده يمكن ابرز حاجه طبعا زي ما قلنا منتخب اليد، طبعا كل الناس منتظره وكل الناس صاحيه له بدري. يمكن كمان محمد جبر، عندنا محمد ابراهيم كيشو دوت طبعا صاحب برونزيه اولمبياد طوكيو، هيلعب النهارده، هيستهل مشواره، يمكن قرعته للاسف جت صعبه، هيقابل المصنف الاول عالميا، لكن نتمنى ان شاء الله ان هو يحقق انجاز زي اللي حققه في اولمبياد طوكيو. كمان عندنا محمد متولي هيلعب برده في المصارعه الرومانيه النهارده، هيستهل مشواره برده. كل المنافسات دي هتبقى بعد الساعه 12 الظهر. يمكن كمان بقى لو بنتكلم على بقيه الايام، يعني احنا بنمني النفس ان شاء الله ان الاثقال كده تفرحنا، دايما احنا في الاثقال. لا لسه هسالك بقى ايه الجزء المشرق من الموضوع، رفع الاثقال توقعاتك الايجابيه. يمكن رفع الاثقال، احنا 14 ميداليه تاريخيه لمصر في الاولمبياد في رفع الاثقال بس. فرفع الاثقال دايما احنا دايما بنقول عليهم الاوناش، يعني دايما بيبقوا طموحاتنا عاليه قوي معاهم. يمكن احنا عندنا في الاثقال المفروض هتبدا من يوم 9 اغسطس اللي هو بعد بكره، عندنا كريم كحله وساره سمير ونعمه سعيد وحليمه وعبد الرحمن، عندنا كذا لاعب، خمس لاعبين بنشارك فيهم يعني بيهم في الاثقال، ومتوقع كلهم ان شاء الله يعني. بس يمكن الابرز طبعا ساره سمير طبعا بطلتنا صاحبه برونزيه ريو دي جانيرو 2016، وكريم كحله طبعا يعني بطل كبير المفروض ان هو ينافس يوم 9 اغسطس، وطبعا نعمه سعيد بطله كبيره في الشباب وليها تاريخ كبير قوي، متوقع ان هم ان شاء الله يحققوا. كمان لو بتكلم على غير الاثقال في الخماسي الحديث، طبعا احنا كنا اصحاب فضيه تاريخيه في اولمبياد طوكيو عن طريق البطل احمد الجندي، المتوقع برضو ان المفروض ان احنا نبدا، يمكن احنا حظنا شويه ان احنا جايه المنافسات اللي احنا متوقعين فيها بقوه جايه في اخر الاولمبياد نصف الثاني من الاولمبياد. فنتوقع ان شاء الله ان هو يعني الخماسي والاثقال نحقق في الخماسي وفي الاثقال عشان على الاقل نعادل رقم النسخه اللي فاتت 6 ميداليات ان شاء الله. نتمنى كمان عندنا تايكوندو على فكره، سيف عيسى بطلنا وايا شحاته، عندنا 3 لاعبين بيشاركوا في التايكوندو، وتايكوندو احنا في اخر دورتين محققين فيهم 3 ميداليات. فبالتاكيد يعني نتمنى ان شاء الله انه يعني مش عاوزين الناس يعني تحبط، لا لسه عندنا في منافسات، احنا لسه البطوله لحد يوم 11 او الدوره لسه يوم 11، فان شاء الله عندنا يعني نتمنى انه ابطالنا ان شاء الله يبقى ليهم فرصه كبيره في الميداليات. طب تفتكري لو ده حصل ده ممكن يزود من شعبيه الالعاب دي هنا في مصر؟ يمكن
احنا هنا في مصر مهتمين قوي بالكوره، ابتدى يحصل كده يعني مود عام بالاهتمام بكره اليد بعد انجازات كتيره في كره اليد. تفتكري الرياضات الاخرى خاصه الفرديه ممكن تحظى بنفس الشعبيه لو حققنا فيها ميداليات؟ يعني بالتاكيد انا بشوف انه وقت الاولمبياد كده كده بتلاقي كل الناس بتتابع ومهتمه قوي، حتى اللي ملوش في الاولمبياد بيبقى متابع جيد صفحات الرياضه اللي بتتلعب فرديه جماعيه يعني. المهم ان في علم مصر مرفوع فتلاقي ان كل الناس قاعده بالظبط. كلنا شفنا زياد السيسي بطلنا طبعا اللي جاب مركز رابع، كانت ازاي الناس متابعاه والناس ازاي عايزه تعرف ميعاد الماتش والكلام ده كله. فبالتاكيد كل ما بتحقق انجاز كل ما الناس بتركز معاك اكتر، الناس بتبقى عاوزه تعرف مواعيد ماتشاتك امتى. زي الخماسي مثلا يعني احنا كلنا يعني شفنا اكيد انجاز بطلنا احمد الجندي ازاي نجح ان هو يلفت نظر العالم ليه. صحيح. انا بشكر حضرتك استاذه دينا نبيل الناقده والمحلله الرياضيه، شكرا ليكي. ودلوقتي ميعادنا مع موجز التاسعه مع زميله دينا شرف. شكرا لك هلا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، وأخذا في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول خلاله التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. واستعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين. واتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع الشعوب المنطقة. أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وخلال الاتصال أطلع عبد العاطي نظيره الجزائري على آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة وما تقوم به مصر من جهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تهدد أمن وسلامة الإقليم بأسره. أعلنت حركة حماس تعيين قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل قبل أسبوع في طهران. وتعليقا على تعيين السنوار، صرح مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس بريس أن هذه الخطوة تنطوي على رسالة قوية للاحتلال مفادها أن حماس ماضية في نهج المقاومة. وفي المقابل دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى تصفية السنوار. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود، وأصدر حزب الله بيانا قال فيه أنه شن هجوما بواسطة طائرات مسيرة استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621، ومما أسفر عن قتلى ومصابين بجنود الاحتلال. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مناطق شمال الجولان وإصبع الجليل واعترض عدد منها. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط. وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بمدينة أنابوليس الأمريكية أن عددا من القوات الأمريكية أصيب في هجمات التي استهدفت القاعدة الأمريكية بعين الأسد بالعراق، وكانت واشنطن قد أعلنت إصابة 7 عسكريين أمريكيين في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد. We're going to do everything we can to make sure that we keep things from. اعتمد الحزب الديمقراطي بشكل رسمي كلا من كاميلا هاريس وتيم وولز كمرشحين ديمقراطيين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس. هذا وقالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية
كاميلا هاريس إن حملتها الانتخابية ليست للتصدي لدونالد ترامب المرشح الجمهوري فحسب، بل هي كفاح من أجل المستقبل. وأوضحت هاريس خلال حملة لها مع نائبها الجديد تيم وولز أنها ستعزز الرعاية الصحية لجميع الأمريكيين، وأن الدفاع عن الطبقة الوسطى ورعاية مصالحها الهدف الأساسي من الرئاسة الأمريكية. من جانبه أعلن المرشح الديمقراطي للمنصب نائب الرئيس تيم وولز أن الولايات المتحدة تريد حل خلافاتها عبر التصويت وليس العنف كما يريد ترامب. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. زي ما قلنا لحضراتكم في البداية أن الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة هتكون كرنفال، الاحتفال بأوائل الثانوية العامة. امبارح وزارة التربية والتعليم كرمت أوائل الثانوية العامة المتفوقين في النتيجة واللي قدروا أن هم يحصلوا على المراكز الأولى. شفنا كمان فرحة وسعادة في وجوه الطلاب اللي قدروا أن هم يكونوا سبب في فرحة أهليهم قبل نفسهم طبعا، وقطعوا وقت كبير جدا في المذاكرة عشان مثل هذه اللحظات. يا هلا. صحيح، يعني الحقيقة أنا مش عارفة أقول لكم إيه، أنتوا يعني بتفرحونا وبتفرحوا اهاليكم وبتفرحوا الناس كلها. خلوني الاول ابارك لكم يا رافي احمد، الف الف مبروك. يعني احنا يمكن قبل ما نطلع هوا كنت لسه بقول لكم عملتوا ايه امبارح واحتفلتوا ازاي، بس قبل كل ده الاول عايزه اعرف منكم كده يا راف، عملت ايه وكان ايه تخطيطك علشان خاطر تمشي الدنيا بطريقه معينه؟ ليه بقى طبعا انا يا جماعه راف محمد توفيق هي السابع مكرر علمي على مستوى الجمهوريه، واحمد تامر هو السادس مكرر علمي رياضه. صحيح، ما شاء الله. يعني ما شاء الله عليكم. بصوا معظمنا بيعمل حاجه ان احنا في ناس بترتب المنهج كده من اول العام الدراسي، انه في مرحله معينه هنخلص مذاكره، بعد كده هنبدا مرحله المراجعه، بعد كده حل الامتحانات. عايز اعرف منكم بقى انتوا مشيتوها ازاي. يعني ابدا بك يا راف، ليديز فيرست. شكرا لحضرتك. في الاول كان طبعا في اول السنه الدراسيه وكده الموضوع كان شويه بسيط، وكان متوفر لي وقت كبير قوي ان انا اقدر احل براحتي، ان انا اقدر اطلع براحتي، وكمان كنت بشوف طبعا على اليوتيوب في مدرسين ومصادر كتير قوي اللي انا اقدر اطلع عليها وكده، فكنت بفتح يوتيوب اشوف المدرسين والحاجات اللي انا كمان محتاجاها. فلا في اول السنه بصراحه كان الموضوع كله متنظم قوي. جينا بقى عند نص السنه لما خدنا الاجازه، بعدها بقى يعني حياه ما بعدها حياه بصراحه. بس ده كتير قوي، كتير قوي قبل الامتحانات. ما هو مش قبل، يعني مش بعد نص سنه على طول، بس برضو مش كتير. يعني بعد نص سنه مثلا باسبوعين ما كناش لسه خلصنا مناهج وبدانا مراجعه، فكانت بقى جديد مع قديم. وطبعا كمان بدات كمان مراجعات اونلاين. بصراحه كنت مهتمه برضو بجانب الاونلاين مع الدروس اللي باخدها عادي على في المدينه بتاعتي يعني. بس والحمد لله عدت. اصعب فتره فعلا كانت فتره المراجعات، بس ده ريحني قوي 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 في ليالي الامتحان. ليالي الامتحان كانت بتبقى ليالي خفيفه، بقدر الم المنهج بسرعه قوي واقدر بقى احل امتحانات براحتي. يعني الموضوع بقى الشوامل ويا ترى هحل كام شامل النهارده، لا ده كان بسط لي الدنيا كتير قوي. موضوع التخطيط والترتيب الزمني زي ما حضرتك قلتي، لو انا هخلص كذا على فتره كذا وكذا على فتره كذا، بحيث ان انا اجي في الاخر في نهايه مرحله يعني ابقى مرتاحه نفسيا. جميل جدا. بالنسبه لك يا احمد، هو اكيد تخطيط الوقت ده ليه اهميه كتير كبيره جدا، بس هو انا بالنسبه لي تجربتي في الثانويه العامه كان انا كنت حاطط في نفسي في الاول مخطط يعني ونظره للثانويه العامه ان انا اذاكر في وقت معين واخلص في وقت معين وهراجع وكده. بس طبعا هو فعلا معاها الحق، في اول السنه الموضوع بيبقى فيه براح اكتر، بيبقى فيه وقت كتير في وقت ان انت تذاكري اكتر، وقت ان لسه ما بيبقاش الضغط كتير قوي. لكن كل ما السنه يعني بتطلع، كل ما بنكمل في السنه وكده، كل ما بيرجع بيبقى فيه بقى امتحانات شهر ومراجعات وكده، والمدرسين بيبتدوا يزودوا فتره الدروس، يطولوا الدروس وكده عشان عايزين يخلصوا المناهج وكده، فما بيبقاش فيه وقت كتير قوي للمذاكره. الوقت للمذاكره بيقل وبيبقى فيه مراجعة. لازم بقى اراجع، لازم ارجع، بيبقى حاطط امتحان شهر لازم اراجع على ده، وكمان ابقى منتبه ان هو لسه بينزل دروس، فيعني الحق اللي بينزله ده اذاكره واراجع الاثنين، المراجعه والمذاكره والمراجعه في نفس الوقت. فده كان حاجه صعبه في الاول، بس
هو فعلا احسن حاجه التايم مانجمنت، ده حاجه مهمه جدا جدا في الثانويه العامه يعني، حتى دي اهم حاجه. بجد يعني، حتى لو مش حتى لو اسبوعك يعني بيتحكم فيك، انت برضو لازم يبقى بتتحكم فيه شويه، تبقى عارف اللي بيجرى في الاسبوع بتاعك، حتى يعني لو مش متاكد 100% بس يعني تعرف يعني لو ما عرفتش تعمل ده النهارده تعرف تعمله بكره، ايه اللي ممكن يتاجل، ايه اللي ممكن يتاخر، الحاجات دي يعني بتاثر قوي في الاداء. طب انا عايزه اعرف منكم دور اهاليكم في مساعدتكم في حكايه التايم مانجمنت دي. ليه بسال؟ لانه بيدخل اوقات في اجازات رسميه كتير، في اجازه نص السنه زي ما انت قلتي، في رمضان وفي العيد الصغير والعيد الكبير، فهل هنا كانوا الاهل معاكوا خطوه بخطوه بيساعدوكوا في عمليه تنظيم الوقت، ولا كانوا حاطين الثقه فيكوا ان انتوا خلاص عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ اهلي كانوا شويه سايبيني لدماغي، بس لما انا كنت بطلب ده كانت اكتر واحده بصراحه بتساعدني ماما، اللي هو ماما انا مثلا النهارده هاخد يعني مش باخد داي اوف بصراحه، كنت باخد اورز اوف عشان كنت بحس داي اوف يعني صعب على نفسيتي، يعني اللي هو هاخد داي اوف وانا في ثانويه عامه. متفوقه يا جماعه، متفوقه، مستكتره يوم اجازه يعني، بتاخد ساعات اجازه، متفوقه يعني اوائل على الجمهوريه. فكنت باخد اورز اوف مثلا، اقول لماما احب قوي ان الفاميلي تايم، اقول لماما مثلا احنا انت قاعده معايا النهارده هنعمل كذا كذا، مثلا هي تصحيني برده وكده. بالنسبه بقى للاجازات الرسميه كانت زي رمضان وزي العيد والحاجات دي، انا اعتقد ان احنا العيد الصغير عادي خرجت اول يوم عادي جدا وقضيته كله مع اهلي كلهم، وبعد كده بقى من تاني يوم وبتاع برده كنت معاهم، بس مثلا كنت اجي في اخر اليوم كنت ببقى حاطه حاجات بسيطه لانه كده كده كان يعتبر اجازه. أيوة. فما كانش يعني كان موضوع اللي انا اذاكر وفي نفس الوقت ابقى مع اهلي كان سهل شويه، بس في العيد بقى الكبير لا، كان داخلين على امتحانات، كان اي حاجه مرفوضه مرفوض مرفوض مرفوض. فرمضان كان الموضوع صعب شويه عشان بقى صيام ولخبطه نوم ولخبطه مواعيد، طبعا عدد ساعات المذاكره بيقل طبعا، والدروس طبعا شغاله زي ما هي، وانت كمان مش عارف هتبقى فايق امتى. لا هي الدروس هتفضل شغاله زي ما هي والمدرسه هتفضل شغاله زي ما هي، بس هي الفكره في العقليه، انت بالزبط. لو حاطط لنفسك جدول للمذاكره زي ما احنا بنعمل، في بعض الناس بتعمل جدول بتلتزم بيه وبعض الناس بتعمل جدول وانت عارفه كل يوم بيحط الجدول الصبح بالزبط. زي كده كل يوم الصبح والفرق واضح، انا مش من الاوائل انت من الاوائل ما شاء الله. هو الجدول المفروض يتحط اليوم بيوم، ما ينفعش خالص موضوع جدول اسبوع. ايوه انا كنت كل يوم الصبح اعمل جدول يا احمد يعني، تخيل. اخبار الجدول ايه معاك؟ يعني انا كنت بحاول اهتم باليوم، او اصحى النهارده اقول هعمل 1 و2 و3. يعني انا في الاول اول اسبوعين كنت لسه بتعود على جدول الحصص، امتى عندي محاضرات، امتى لازم اسلم الواجب بتاعي، فلسه كنت بفهم ازاي هشكل الجدول بتاعي، بس كنت اصحى اقول ان انا لازم النهارده اعمل 1 و2 و3، وكنت بحاول على قد ما اقدر احط لنفسي خطط اكتر من قدرتي. يعني مثلا انا عايز اعمل 3 حاجات، فاقول لنفسي انا هعمل 1 و2 و3 و4 عشان لو ما عرفش اعمل 4 ابقى عملت 1 و2 و3 فابقى مرتاح، اللي هو انا عملت يعني اللي انا عايزه. فبس انا كنت بحط لنفسي خطه يوم بيوم، يعني اليوم ده هعمل 1 و2 و3، بس برده لاسبوع انا عارف الاسبوع هيمشي ازاي، انا عارف انا هعمل ايه في الاسبوع ان جنرال. يعني حتى لو قلت ان مثلا يوم الخميس مثلا بتاع العربي وحسيت ان انا يوم الخميس تعبان، في يوم الجمعه انا مثلا يوم الجمعه كنت باخده اوف وحسيت ان يوم الخميس تعبان، لا مفيش مشكله ان انا اخد الخميس اوف والجمعه هو اللي اعمله عربي. فيعني موضوع ان انا ارتب الاسبوع ده بيساعدني ان انا ابدل يوم مكان يوم، يبقى في شويه ليونه في الموضوع. يعني انا برضو عايزه اعرف منكم استقبلتوا النتيجه ازاي لما عرفتوا نتائجكم؟ هو اصلا النتيجه يعني دي كانت فرحه، والاوائل فرحه بقى تانية خالص طبعاً كمان. طبعا طبعا النتيجه احنا طبعا كنت متوقعه رفت تطلعي من الاوائل؟ هل توقعتي بصراحه؟ لا يعني انا حتى بعد ما عرفت ان النتيجه جايبه 98.5% 402 برضو قلت طالما ما حدش يعني ما فيش حاجه اعلنت، لا يبقى خلاص بقى هتلاقيهم ذاكروا جامد قوي السنه دي فجابوا 99.100% وانا جاتش. فلا بصراحه ما كنتش متوقعاها، بس لما جت النتيجه طبعا كنت راضيه جدا، خصوصا ان انا كنت مثلا قايله ان ممكن اجيب 97، لكن لما جت اكتر كمان حتى لو كان 1% فبرضه كتير طبعا. يعني انا كان فاضل لي 0.5% واطلع من الاوائل. فهي حرفيا فعلا 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 كرم ربنا يعني. هي أكيد. مش حاجه ثانيه بجد. وانت احمد استقبلت النتيجه ازاي؟ هل كنت مخطط انك تطلع من الاوائل؟ هو انا كان بالنسبه لي من اول السنه كان حلم بالنسبه لي ان اطلع من الاوائل، عشان مش عشان حاجه، عشان عارف امتيازات ان الواحد يطلع من الاوائل، المنح والحاجات دي. فانا يعني كنت مش بطمح في الاوائل كتايتل على قد ما بطمح فيها كامتيازات.
بس والله ما فيش خوف عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما فيش خوف عليكم كله بالتخطيط يعني انتوا كل حاجه بالتخطيط وبالمناسبه ده بيبقى اسلوب حياه يعني المساله مش مساله ان هو مخطط للمذاكره بيقول لك بحط اربع مهام في اليوم فانا عايز ثلاثه بس فبحط الرابعه فلو ما حققتش الرابعه فعلى الاقل حققت اللي انا عايزه ده هيمشي معاه طول حياته بقى المساله مش مساله مذاكره بس كمان في الشغل في حياته في اجتماعياته في كل حاجه ده اللي بيمشي وده التخطيط المهم اكيد يعني انا هاخد من شاذلي كلامه في فكره التخطيط انتوا مش بس بتخططوا للمذاكره او مش بس بتخططوا انكم تطلعوا من الاوائل لا انتوا بتخططوا اسلوب حياه متكامل بتبداوه من دلوقتي وبينتهي بمرحله ثانويه عامه بس مكمل معاكم في حياتكم بعد كده ان شاء الله العمليه يعني بعد كده يعني ان شاء الله ما يتخافش عليكم ما شاء الله يعني هتعرفوا تخططوا التاسكس او المهام بتاعتكم في الشغل الموازنه ما بين كل المهام المطلوبه في الحياه اليوميه فانا برضو حابه ان انا اسمع منكم نصايح كده تدوها للطلبه اللي داخلين بقى على الثانويه العامه الجديده اول حاجه زي ما حضراتكم قلتوا موضوع الجداول بلاش جداول ماشيه بالساعات وانا هعمل في الساعه كذا كذا انت كده بتضغط نفسك قوي العفو طبعا ما اقدرش يعني بلاش اللي هي الجداول الضيقه قوي دي وخلوها برده اليوم بيوم بحيث اللي هو زي ما قال بالظبط انت عندك في نهايه الاسبوع جول بس ان انت تخطط طول الاسبوع هتوصل للجول ده ازاي لا يعني خليها اليوم بيوم انت النهارده انا المفروض هعمل كذا وكذا وكذا وبرده على حسب الدروس والحاجات اللي يعني اللي عليك لما تيجي تنظم موادك خليها حط المواد اللي انت بتحبها مثلا لو في ماده انت مش قادر تذاكرها قوي ممكن تخليها بين المواد اللي انت بتحبها يعني هتوصل لها كده يعني اللي هو بحيث ان انا كده كده هعدي عليها زي برده ما احمد قال حطوا يا جماعه حاجات زياده في الجدول بتاعكم خصوصا في الفتره الاولانيه لان انتوا هيبقوا عندكم قدره طول الفتره الاولانيه هتلاقوكم فعلا بتعملوا حاجات زياده وكل ده هتجنوا ثماره في الاخر لانه يعني طول الفترة الأولانية دي انت عندك وقت عندك قدرة فانت هتيجي في الآخر لما تلاقي القدرة دي خلصت مش هتبقى ندمان اللي هو يا ريتني كنت عملت لا صح. انا الحمد لله اللي انا عملت بحيث لما ابقى مش قادر اعمل فخلاص انا كده كده كل حاجة عندي متظبطة بالنسبة لك يا احمد نصايح بقى اكيد اول حاجة التايم مانجمنت ده ما فيش خلاف عليه بس تاني حاجة ان ما بحبش فكرة خالص ان الواحد يقارن نفسه بحد تاني يعني صحيح. الواحد اول ما يبقى في الثانوية العامة يبص على نفسه بس يبقى يحطط الطريق قدامه والجول قدامه ما يبقاش يبصش يمين ولا يبص شمال عشان اللي يناسبني ممكن ما يناسبش حد تاني صحيح. يعني مثلا انا بحب مثلا اذاكر بصوت في ناس تانية ممكن المذاكرة بصوت تضايقها فيعني ما حدش يعني طبعا احنا بنقدم نصيحه لكن اللي بيتفرج علينا وكده مش لازم يعني اللي احنا بنعمله ده مش منهج ده مش السبيل الوحيد للنجاح كل واحد يشوف اللي بيناسبه ويثبت عليه اهم حاجه ان الواحد يشوف اللي بينجح فيه اللي بيخليه يوصل للتارجت بتاعه ويثبت عليه فدي حاجه مهمه جدا يعني ما تتخضش ان في ناس بتعمل حاجات تانية ونجحت انت ممكن بطريقك تنجح يعني عادي جدا انا مبسوطه قوي ان الكلام ده جاي منكم انتوا لان عاده لما بنقعد نقول لاولادنا يعني بياخدوا الكلام ده دول الكبار مش لكن لما يبقى من البيرز او من الزملاء اللي من نفس السن هيبقوا تبقوا فاهمين دماغ بعض على العموم احنا دلوقتي معانا على التليفون واحد برده من اوائل الثانويه العامه معانا فيلو باتير سعيد يعقوب السابع مكرر علمي علوم اهلا بيك يا فيلو باتير صباح الخير اهلا بحضرتك يعني احكي لنا كده سر تفوقك في الثانوية العامة واستقبالك للنتيجة اهلا بحضرتك اولا سر تفوق انا خايف اولا توفيق من ربنا ثانيا طبعا اهلي دعموني كتير قوي كانوا دايما يشجعوني ويقولوا لي اعمل كذا وما تعملش كذا وثالثا الاجتهاد المستمر يعني لازم الاستمرارية مهمة لازم تشتغل طول السنة دايما مجتهد وتحاول تجيب احسن ما عندك مليون مبروك يا فلوباتير وربنا يوفقك طبعا انت عملت اللي عليك والنتيجة انك طلعت من الاوائل ما شاء الله اهلك استقبلوا الخبر ازاي الاهل في البيت استقبلوا الخبر ازاي او اول ما بلغتهم كده ان انت من الاوائل طاولوا من الفرحة وهللوا لحد دلوقتي لسه فرحانين هتبتدي من دلوقتي تخطط لحياتك ازاي يا فيلو باتير؟ هحاول ان شاء الله انا مستنيه حاجه اشوف الجامعه استمر واجيب مجموعه اعمل ان شاء الله واخد شهادات واحاول اطبق تعليم يعني حاجه مفيده بس تفيد البشر ككل وكده
طيب احنا عايزين نعرف برضو السنة بتاعت الثانوية العامة دي مشيت معاك ازاي؟ يعني احنا معانا برضو اتنين زمايلك من الأوائل رهف وأحمد، وكانوا بيتكلموا عن فكرة تنظيم الوقت. انت السنة بتاعتك بتاعت الثانوية العامة مشيت ازاي؟ بص، هو في أول السنة طبيعي المذاكرة كانت خفيفة، فكنت بذاكر شوية وألعب شوية، ماشي. بعدين قعدت أزودها بالتدريج، أزود المذاكرة بالتدريج وأقلل اللعب بالتدريج، لحد على حوالي شهر 10 كده كنت وقفت اللعب تقريبا والمذاكرة وبس. يعني أنت بتلعب رياضة يا فيلوباتير؟ آه. بتلعب إيه؟ كورة. حلو جدا، فانت كنت بتنظم مواعيد التمرين ومواعيد المذاكره. بس مع الوقت ابتديت تقلل شويه وقت التمرين، صح كده؟ فادك ازاي بقى يعني صحيا بدنيا ذهنيا، فادك ازاي ممارسه الرياضه مع المذاكره؟ هو نفسيا يعني كان هو ايه، عشان ما زهقت كده من قاعده طول اليوم في البيت، عشان ما زهقت بقى اخرج واتحرك واقابل صحابي وكده. بدنيا طبعا الرياضه مفيده على بكل المحيط. طيب ذهنيا العقل السليم في الجسم السليم، يعني لازم رياضه وحركه يعني نشط الجسم والدم عشان افضل سايق على طول. طيب فيلوباتير، انت السابع مقرر علمي، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في اوائل الجمهوريه، مش ناس نجحت عادي. كل الناس، كل الطلبه اللي في الثانويه العامه بيجي لهم لحظات من القلق من التوتر، هل جالك وقت من الاوقات مثلا قلقت شويه من الامتحانات؟ فعلا حصل. حصل؟ طب ليه بقى، ما انت مذاكر اهو الدنيا تمام. ما هو القلق شيء طبيعي جدا، ما هو انا طالما حاسس بقيمه الحاجه اللي انا رايح عليها اذا هقلق، ولكن الفكره في ان تحاول على قد ما تقدر ان هو ما يسيطرش عليك. برافو عليك. صح صح. يعني القلق شعور طبيعي علشان خاطر تحقق اهدافك، ولكن أيوة ما تسيبش يعني القلق ده يسيطر عليك فيبوظ لك الدنيا. ايوه فعلا. يعني كل الشكر ليك طبعا يا فيلوباتير. كان معنا فيلوباتير سعيد يعقوب السابع مقرر علمي علوم، وكل التوفيق ليك ولكل اوائل الثانويه العامه. وهرجع لكم بقى هنا تاني في الاستوديو. كنا بنتكلم الصبح انا وشاذلي ان دلوقتي بقت متطلبات سوق العمل مختلفه، وعجبني جدا كلامكم. انت كمان يا احمد قلت حاجه مهمه جدا، قلت الموضوع مش مجرد ان انا ذاكر وانجح، لا، انا عيني على حاجات معينه، انا باصص على المنح، انا باصص على البرامج الجديده اللي هتفيدني بعد كده في شغلي. فانا عايز اعرف انتوا كمان ما كانش مجرد التخطيط ان انا ذاكر وانجح، لا، انتوا باصين لكمان بعد كده، بعد ما هنجح هشتغل ازاي وفين وهفيد الناس ازاي. ابتدي بيكي بقى يا رب. هو زي ما احمد قال في الاول، يعني فكره الاوائل ذات نفسها ما كنتش برضو بتطلع ليها كتايتل، كنت دايما يعني حتى لما كنت ادعي كنت ادعي ان ربنا يخليني اجيب المجموع اللي اقدر منه اتحط في الحاجه المناسبه ليا. ففكره دلوقتي ان هو متوفر لي حاجات كتير قوي ومنح كمان، فالمفروض اللي انا ابدا افاضل ما بينهم بحيث برضو اللي انا اقدر ادخل المجال اللي انا عايزاه. انا عايزه ادخل طبعا ميديسن كده كده. هو ما كانش عندك حد في العيله طب؟ ماما او بابا؟ لا. طيب دي جديده بقى. اول واحده جديده. طب دكتوره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فانا حابه قوي مجال الطب عامه، وانا حابه العلوم بشكل عام، يعني سواء بقى كيمياء احياء الحاجات دي كلها، لكن الميديسن انا شايفه ان انا فيه هقدر اكمل دراستي. انا عايزه حاجه لما اجي احاول ابدع فيها اعرف ابدع فيها بشغف. انت هتفضلي تكملي دراستك يعني ان شاء الله طول العمر، هتخلصي ماجستير ودكتوراه وابحاث وهتدخلي. اقول لحضرتك حاجه ممكن تبان غريبه شويه، انا دايما بقول ان كل واحد ليه رزقه، انا رزقي ان انا فعلا بحب المذاكره، فانا عايزه حاجه تخلي اللي انا عندي شغف اكمل في ده. فانا عايزه ادخل كليه توفر لي اللي انا اقدر اضيف للمجال اللي انا هدخل فيه. وعايزه مجال، يعني انا كنت دايما طلعت يعني كلمت كذا مكالمه مثلا او كده بتقول انا عايزه اكمل في جراحه مخ واعصاب. ما شاء الله. شايفه ان المجال ده يعني ممكن اطور فيه كتير جدا، خصوصا ان هو فيه لسه حاجات كتير قوي غامضه. فيعني باذن الله هو ده اللي يكون المجال المناسب قدامي، وعشان كده لازم ندرس المنح وندرس الجامعات قبل ما نخشها. طبعا. ما نخشش كتايتلز، ما نخشش كمجرد اسم وخلاص. يعني انا دخلت طيب كذا. بالنسبه لك يا احمد بتخطط لايه؟ في الاول خالص يعني انا لسه ما كنتش بفكر في موضوع الجامعات وكده، انا كنت مركز في موضوع الثانويه العامه عشان عايز اجيب المجموع اللي بعد كده يتيح لي اي فرصه ان انا اخش تفكر اي حاجه. يبقى ليا الاوبشن، يعني ما كنتش عايز احط هدف ومركز في المذاكره فافشل عن الوصول على الهدف ده.
حاطط اكتر من هدف، ما هو انت عايز مجموع عالي يخلي أكيد. قدامك اكتر من هدف، يبقى عندي اوبشنز اعرف اختار وكده. بس انا بالنسبه لي ما كانش الهدف بالنسبه لي جامعه معينه او كليه معينه، على قد ما كان الهدف بالنسبه لي التفوق. يعني انا يهمني ان اي حاجه اخش فيها اتفوق فيها، كانت علمي علوم علمي رياضه. يعني حتى وانا في تانية ثانوي بفاصل ما بين علمي علوم وعلمي رياضه، انا بحب البيولوجي وبحب الماس، بس قلت لنفسي واقعيا انا شفت نفسي هجيب مجموع اعلى في علمي رياضه، فعشان كده انا اخترت علمي رياضه مش عشان هندسه ولا عشان طب وكده. بس اكيد برضو في موضوع اختيار الجامعات لازم الواحد يبقى واقعي، يعني حتى لو انت مثلا تحب الكيمياء وكذا، بس سوق العمل، سوق العمل عامل ازاي، التعليم عامل ازاي. يعني مثلا كليات العلوم في مصر مش كتيره، ما عندكش اوبشنز كتيره، وسوق العمل في مصر مش بيتطلب دلوقتي ناس كتير خريجين كليه علوم. فالحاجات دي بتوجهك، يعني مش شغفك بس اللي يوجهك، لازم تبقى واقعي. شوف ايه اللي هيدي لك احسن تعميل تعليم، اللي هيدي لك احسن تعليم، وايه اللي هيدي لك احسن فرص عمل، وايه فعلا احسن حاجه اول ما تخشها هتعرف تطور فيها وتنمي فيها. ايه اللي الدنيا محتاجاه منك، العصر محتاجه منك، مش صحيح. شغفك بس، حاجات كتيره قوي بتسيطر على الخيار ده. طبعا ده مهم جدا. احنا بنبارك لكم مره ثانيه، الله يبارك فيك. فرحتوا نفسكم دي اول حاجه، وفرحتوا اهاليكم وفرحتونا. احنا عملنا اللي علينا واستضفناكم وعرفنا الناس مين هم الاوائل. اهاليكم عملوا ايه بقى؟ استضيفكم بعد كده، استني بقى نشوف اهاليهم بقى عملوا ايه معانا. بس شكرا. اهاليكم عملوا ايه معاكم؟ اهالينا، هل في هدايا؟ هل في خروجات؟ هل في عزومات؟ لسه احنا لسه ما فوقناش يا جماعه، الاوائل اوائل الثانويه العامه. احنا هنطلب، احنا لسه ما فوقناش. بس هم انتوا عملتوا عليكم بصراحه. على ما احنا بنشكركم رغف محمد توفيق السابع مكرر علمي علوم على مستوى الجمهوريه، واحمد تامر السادس مكرر علمي رياضه. بنشكركم وطبعا بنتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما قلت كده بعد ما تاخدوا الهدايا وبعد ما تخططوا ان شاء الله، بنتمنى ان احنا نستضيفكم مره كمان في يعني في المستقبل كده هنا في صباح الخير يا مصر، تكونوا فعلا حققتوا انجاز وتكونوا عملتوا حققتوا كل اللي بتحبوه ان شاء الله. شكرا ليك جدا حضرتك. شكرا مشاهدينا، نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. هيئة الرعاية الصحية أعلنت عن إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبي شامل بمحافظات تأمين الصحي الشامل، وكمان الفحص الطبي الشامل ده بيتم بشكل دوري للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل وبالمجان. مش بس كده، ده كمان الفحص الطبي الشامل حق لكل منتفع بنظام التأمين الصحي الشامل، وبيساهم في الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، وكمان بيضمن الحد من مضاعفاتها. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة نهى الصناديدي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة هيل. يعني في البداية كده كلمينا عن أهمية الفحص الطبي الشامل للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل. طبعا هو الفحص الطبي الشامل بيتعمل عندنا في الهيئة أو أي منتفع، طبعا له الحق ده إلزام قانوني كمان إن هو يتعمله فحص طبي شامل مع بداية دخوله لمنشآت الهيئة والتعامل مع منشآت وخدمات التأمين الصحي الشامل. الحقيقة الفحص الشامل له فوائد وأهمية كبيرة. يعني احنا الأول بيبقى ده وسيلة التعارف الأولى بين المنتفع وبين مقدمي الخدمة الصحية، وبيتاخد تاريخ مرضي كامل من المريض وتاريخ عائلي صحي كامل برضو من المريض، بنتعرف فيه على العادات الصحية الخاصة بالمريض، اللايف ستايل بتاعه، الأمراض المتواجدة أو موجودة في العيلة الخاصة بالمريض وخلافه. بيتعمل بعد كده فحص طبي إكلينيكي كامل من قبل الطبيب الأسرة، وبيطلب مجموعة من التحاليل المبدئية للتعرف على الحالة الصحية للمريض. بناء على الفحص ده طبعا ده بيتيح لنا إن احنا نكتشف مبكرا أي نوع من أنواع الأمراض ممكن المريض نفسه ما يكونش عارف إن هي عنده. الايرلي ديتكشن اوف ديزيز ده والسكريننج اوف الامراض اللي هي بتتعمل من خلال الفحص الشامل طبعا على المدى الطويل بيقلل لنا معدلات المرضى وبيحسن المؤشرات الصحيه وبيقلل الهيلث بيردن اللي ممكن يكون على الخدمات الصحيه اللي هي بتتطلب انفاق اعلى من الدوله على المدى البعيد. يعني ف مع الوقت طبعا بيبقى في دوريه للفحص ده، يعني هو بيتعمل من اول زياره وبعد كده بيبقى في دوريه للفحص هي بتتعمل سنويا، واحنا بصدد تنفيذ سياسه جديده طبعا بعد مقارنه مع النظام المصري مع الانظمه العالميه ان دوريه الفحص تختلف باختلاف الفئه العمريه
وباختلاف عوامل الخطورة الموجودة عند كل منتفع وباختلاف نوعية الأمراض اللي محتاجة متابعة خاصة. ده بعد ما ده يا فندم بيكون بعد الفحوصات اللي هي المبدئية المتعارف عليها زي صورة الدم الكاملة قياس بعض العلامات الحيوية للشخص نفسه. بالضبط كده طبعا دي فحوصات مبدئية بتتعمل لكل المنتفعين. لما بنكتشف حاجة معينة في الفحص بنرفع مستوى الفحوصات لدرجة أعلى، يعني ممكن ان هو يدخل بقى يحتاج اشعات درجه اعلى، مستويات اعلى، تحاليل اخرى خاصه بامراض معينه اكتشفناها من خلال الفحص، ممكن يحتاج احاله لمستويات وخدمات صحيه اعلى. زي ايه مثلا يا فندم؟ خلينا ماشيين معاكي واحده واحده. زي ايه مثلا؟ اتفضل. يعني هقول لحضرتك مثال، مثلا لو طبيب الاسره، طبعا هو ده الليفل بتاع البرايمري كير، طبيب الاسره اكتشف مثلا المريض عنده سكر، لان من ضمن الفحوصات المبدئيه بيتعمل تحليل سكر دم عشوائي، فلما بيلاقي التحليل ده مثلا فيه مشكله او بيتعمل الفحص فبيكتشف عنده حاجه، بيبتدي يطلب له تحاليل اكتر، اللي هو مثلا زي تحليل هيموجلوبين اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي، وتحليل سكر دم صايم وخلافه. لو اكتشف ان فعلا تم تاكيد ان وجود المرض عند المريض، بيتم بعد كده احالته للمستوى الخدمه الصحيه الاعلى اللي هو الاخصائي الباطني. أخصائي الباطني بيبتدي يكشف عليه بطريقة مختلفة وبيطلب له فحوصات أعلى وهكذا. كل الشكر ليك يا فندم دكتورة نهى الصناديدي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولى بالهيئة العامة للرعاية الصحية. شكرا جزيلا يا فندم. نشكر حضرتك يا دكتور نهى. وبشكل رسمي تم تدشين أول سفارة معرفة لمكتبة الإسكندرية خارج مصر، واللي هيتم تدشينها في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر أول سفارة للمعرفة تفتتحها مكتبة الإسكندرية خارج مصر. التدشين بيعتبر دلالة واضحة على أن مكتبة الإسكندرية تعد قبلة للعلم ومركز لإنتاج ونشر المعرفة، وكمان ملتقى للتفاعل بين الشعوب والحضارات. عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون دلوقتي دكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه. صباح الخير يا دكتور، واهلا بيك في صباح الخير يا مصر. اهلا. صباح الخير يا استاذه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه حضرتك كده وضح لنا ملامح فكره تدشين اول سفاره معرفه لمكتبه الاسكندريه خارج مصر. وطبعا اولا فكره سفاره المعرفه عشان الساده المشاهدين هي مكان بيبقى زي طرفيه كده موجوده في مكان معين بعيد عن المكتبه، ممكن في جامعة مثلا، ممكن في أي مؤسسة ثقافية، هو بيقدم كل خدمات المكتبة من خلال هذه السفارة. يعني يستطيع الشخص أنه هو يدخل ويبحث ويقرأ ويسمع الحاجات اللي في المكتبة، ويستفيد بكل قواعد البيانات اللي موجودة، ويستفيد بكل خدمات المكتبة. احنا عندنا في الجامعات المصرية حوالي 25 سفارة، وفي أماكن أخرى داخل مصر كان في فكرة أن احنا نطرح هذه السفارات، لان احنا محتاجين ان المكتبه تتمدد ايضا على المستوى العالمي خارج مصر. وكان في تشجيع كبير جدا من معالي وزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور ان احنا نبدا نفتح في المكاتب الثقافيه في الخارج سفارات المعرفه. فكان اول مكتب هو امريكا، يعني بدانا من القمه، من ابعد مكتب واكبر مكتب موجود، وبالفعل عملنا فيه سفاره معرفه، وهو هناك المستشاره الثقافيه هيئت المكان، ويعني واحنا عملنا البرامج بتاعتنا وحطناها على الموقع، وبدانا ندخل معاهم، بحيث ان الشخص في امريكا، اي باحث هناك، اي طالب علم، اي حتى شخص سواء كان امريكي او مصري، يستطيع ان هو يدخل يعرف خدمات المكتبه، ويستطيع ان هو يستفيد استفاده كبيره فقط، ليس في الكتب. يعني احنا عندنا مخزن كتب مرقم، يعني تمام، حوالي 450 الف كتاب. يعني يستطيع القارئ ان هو يدخل يشوف اي كتاب منهم، يقدر يستخدم السوبر كمبيوتر بتاع المكتبه، يقدر يشوف اي خريطه، اي معلومه في ذاكرة. ده اعتقد يا دكتور احمد ده يدفعكم لرقمنه المزيد من الكتب. طبعا هو نص مليون مش قليل، بس طبعا احنا مفهوم. بنرقمن على فكره. انا اقول لحضرتك يا استاذ محمد حاجه مهمه جدا، ان المكتبه بترقمن كل يوم 3000 صفحه. يعني احنا عندنا قدره ان احنا بنرقمن كل يوم 3000 صفحه، يعني لما تقسمهم على صفحات الكتاب هنقول انها في حدود 300 او 400، هيطلع عدد كبير من الكتب كل يوم بيترقمن. بس على فكره الاتاحه دايما بتبقى برضو مرتبطه ببعض المسائل، فيها حقوق ملكيه فكريه وحاجات زي كده، مفهوم طبعا، برضو المكتبه بتراعيها وكده في الاتاحه. يعني طيب ايه هي القطاعات يا فندم العلميه والمعرفيه اللي بيتم وضعها ضمن خطه تدشين اول سفاره معرفه لمكتبه اسكندريه بالخارج؟ لا احنا هو طبعا اولا الدار دي اللي هي منظومات الكتب دي بقى موجوده عندنا. ذاكره مصر دي عندنا برنامج ضخم جدا، احنا بنعمل فيه ارشفه
لتاريخ مصر بالصوت والصورة يعني بحيث انه من الممكن وفي كمية معلومات رهيبة جدا جدا يستطيع الشخص اللي هو عايز يعرف اي معلومة عن مصر ان هو يدخل يعملها. الحاجة الثالثة ان احنا عندنا خرائط كمان، والخرائط دي كتير منها مرقمة من برضو، وعندنا ارشيفات خاصة، عندنا ارشيف انور السادات، وعندنا ارشيف عبد الناصر، وعندنا الرئيس عبد الناصر، وعندنا الارشيف بتاع بطولة غاني وبتاع مستر محمد حسنين هيكل، وعندنا مكتبات خاصة بمدان المكتبة، يعني المكتبة فيها ثراء كبير جدا. عندنا توثيق للتراث الثقافي والحضاري المصري تقريبا، يعني سواء كان قصور، كنائس، مساجد، حدائق عامة، أحياء بالكامل، حرف معينة، العادات والتقاليد المصرية، الفولكلور المصري، الأغاني المصرية، كل ده عندنا متأرشف يعني في المكتبة. فإحنا بنتيحه أيضا في سفارة المعرفة. اللي بيدخل على سفارة المعرفة على فكرة يستطيع أن هو يتابع الأحداث بتاعة المكتبة، يعني لو إحنا عندنا حفلة مثلا موسيقية، عندنا مثلا ندوة، عندنا ده كله بيبقى بيبث في نفس اللحظة على موقع المكتبة، ويستطيع أي شخص داخل سفارة المعرفة أن هو يتابع ويشوف الأحداث المختلفة. وممكن على فكرة نعمل في سفارة المعرفة دي اللي موجودة في واشنطن وتبقى موجودة في أي مكان، صحيح، حوارات ما بين الشباب مثلا اللي موجود في الخارج واللي موجود في الداخل، نقدر نجيب مجموعات من الناس هنا. بتهيألي النقطة دي في غاية الأهمية يا دكتور أحمد، لأنه فكرة حوار الثقافات خاصة في ظل كل الأحداث السياسية والاقتصادية والرجوع دايما للتاريخ بيبقى شيء أساسي. يعني شايف أهمية ده إيه في الربط ما بين الثقافات والحضارات، وطبعا مراعاة اختلاف اللغات في الكتب المترجمة والمراجع المتعددة؟ وطبعا حضرتك معاك حق، لأنه احنا محتاجين ان احنا نغرس في عقولنا جميعا وعقول الشباب بشكل خاص فكره التنوع الثقافي، وانه الانسان يؤمن دائما انه ليس ثقافته هي دي يعني المهمه، لا، ده ثقافات الاخرين، فكره الاعتراف بالاخر وفكره التعايش مع الاخر وفكره التسامح مع الاخر واحترام الاخر، احترام اديان الاخرين واحترام ثقافه الاخرين والتفاعل معهم بناء على أسس فيها قدر شوية من المساواة وفيها قدر من الحوار. الفكرة دي نفسها احنا محتاجين ان احنا ندرسها اكتر في ذهن الشباب بتوعنا، وان احنا نحاول ان احنا دائما نبقى متفتحين ونبقى عندنا مصر تحمل رسالة الى العالم اللي هو بيموج بالحروب وبيموج بالصراعات، تحمل رسالة سلام وتحمل رسالة تنوع وتحمل رسالة جديدة للإنسانية. واحنا طبعا دائما فخامه الرئيس بيؤكد على كل هذه الاشياء في كلامه وفي خطاباته. كل الشكر يا فندم دكتور احمد زيد مدير مكتبه الاسكندريه، شكرا جزيلا ليك. على العموم احنا دلوقتي هنروح لزميلنا محمود في العالمين علشان نعرف منه اهم التغطيات اللي موجوده هناك. صباح الخير يا محمود. صباح الخير عليك يا هالة، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. ويمكن الحقيقة احنا دايما بنكون مبسوطين معاكم بالظهور من مدينة العالمين الجديدة، واعتقد ما فيش احلى واجمل من المنظر اللي ورايا من الابراج والبحر والمية الجميلة لمدينة العالمين الجديدة. والحقيقة ده اللي بيميز مدينة العالمين، سواء كانت البحيرات او حتى بحر العالمين الجميل، اللي ما فيش حد نسأله في مدينة العالمين الجديدة عن إيه أكتر حاجة بتعجبك في مدينة العالمين إلا وبيتكلم عن بحر العالمين ومية العالمين الجديدة، وكمان منظر الأبراج الجميلة اللي ما فيش حد بيجي مدينة العالمين إلا ولازم يتصور صورة جميلة ومن خلفه الأبراج. فالحقيقة الأجواء ما زالت مبهجة في مدينة العالمين الجديدة بالفعاليات المختلفة اللي موجودة. ويمكن خلينا أقول لكم كده، امبارح كان في إيه في مدينة العالمين ومهرجان العالمين والفعاليات اللي الحقيقة ما بتنتهيش. ويمكن الميزة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية هو حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التعاون مع كل المؤسسات، سواء كانت المؤسسات الحكومية أو حتى شركات القطاع الخاص. فما زلنا بنتابع طبعا سلسلة الزيارات الخاصة بالوزارات اللي بتيجي مدينة العالمين في إطار التعاون ده مع الشركة المتحدة. امبارح طبعا كان في زيارة هامة لوزيرة التنمية المحلية دكتور منال عوض،
الرياض، ودي كانت يعني زيارة ليها في بعد توليها طبعا منصب وزارة التنمية المحلية، وهي أول سيدة تتولى وزارة التنمية المحلية. الزيارة طبعا كانت برفقة وصحبة الأستاذ عمرو الفقي المدير الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تفقدت المنطقة الشاطئية، وتم التأكيد طبعا على التعاون الكبير اللي هيكون بين وزارة التنمية المحلية والشركة المتحدة خلال الفترة القادمة في عدد من المبادرات وعدد من الحملات الإعلانية والإعلامية طبعا في المبادرات المجتمعية المختلفة. وأشادت وزيرة التنمية المحلية بدور الشركة المتحدة في مهرجان العالمين الجديدة والحالة التسويقية الترفيهية الاستثمارية اللي موجودة من خلال المهرجان. لازلنا بنتابع كمان الفعاليات اللي كانت موجوده امبارح، وهي رحلات الطلاب الجامعات اللي لازالت مستمره. والحقيقه امبارح كنا بنتابع حاله جميله من المسابقات الفنون التشكيليه اللي لازالت مستمره، من تجسيد كل المناظر الجميله والمباني المعماريه الجميله اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده بقلم الطلاب وابداعهم طبعا. وكانوا مبسوطين جدا ان هم لازالوا بيشاركوا في فعاليات مهرجان العالمين وبيستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجوده، سواء بيشاركوا في مسابقات الفن التشكيلي أو حتى في الحفلات الفنية أو بعض الفعاليات الفنية وكمان الفعاليات الرياضية. كان في امبارح كمان استمرار لبعض الفعاليات للفولي بول واللي هتستكمل النهاردة في المنطقة الشاطئية. لكن بالليل بقى بدأنا نتابع ونشوف في المنطقة الشاطئية مدى إقبال المواطنين والزائرين ورواد مهرجان العالمين الجديدة على المنطقة الشاطئية. والحقيقة الإقبال ده بيزيد يوم بعد يوم نظرا لتنوع الفعاليات، ونظرا ان احنا شهر أغسطس هيكون في عدد كبير من الفعاليات المتنوعة، خاصة امبارح شفنا قد ايه الأطفال موجودين مع الأسر، ويمكن تم إضافة بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال، ومن أهمها طبعا العجل اللي موجود لكل الناس. ده كان أول يوم امبارح، وإحنا شفنا قد ايه الأسر والأطفال مقبلين على فكرة إن هم بيسألوا على تأجير العجل، فيعني خلت الواحد كده يرجع بالذكريات للمصيف الجميل والعجل اللي كان موجود في المصيف. فبدأت الذكريات دي ترجع تاني في المنطقة الشاطئية. والحياة المنطقة الشاطئية هي مساحة مخصصة لكل الفعاليات الترفيهية المختلفة، وبتسمح بوجود عدد كبير من الأسر والأطفال إن هم يستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة. النهاردة كمان هتستكمل الفعاليات بالافتتاح التجريبي لمعرض الأسرة المصرية، وهو معرض خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. والحقيقة ده ميزة مهمة في مهرجان العالمين الجديدة، إنه بيحافظ على التراث المصري والهوية المصرية، ودعم كمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بالمنتجات الهاند ميد الموجودة سواء في المنطقة الشاطئية أو في معرض الأسرة اللي هيتم افتتاحه تجريبي اليوم وغدا بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي. فبالتالي في تكامل كبير قوي في الفعاليات المختلفة. كمان بكرة هيكون عندنا كرة السلة للرجال والسيدات، وعندنا ذوي الهمم في كرة القدم منتخب الساق الواحد، بالإضافة لأن يوم الجمعة طبعا هيكون الاحتفالية الكبيرة للفنان عمرو دياب. ويمكن إدارة المهرجان أعلنت على أن كل التذاكر تم حجزها، يعني فاضل عدد قليل قوي من تذاكر المرحلة الثالثة. فطبعا هنشوف استعدادات قوية في اليو أرينا لاستقبال حفل الفنان عمرو دياب، بالإضافة طبعا إلى كل الفعاليات المختلفة. وإعلان إدارة المهرجان على أن المهرجان طبعا هينتهي في 30 أغسطس، ولكن بفعالية كبيرة وضخمة بيتم الترتيب لها طبعا تليق بكل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة. وبالتأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات القادمة القوية في مهرجان العالمين الجديدة. برجع لكم في الاستوديو مرة تانية. هلا وشاسلي بنا محمود. جميل، يعني احنا يمكن شايفين الصورة قدام حضراتكم، فعاليات وأجواء جميلة جدا. عجبتني طبعا فقرة تخصيص يعني أنشطة للأطفال من خلال ركوب الدرجات، وده طبعا زي ما انت قلت يا محمود رجعنا تاني لأيام المصيف بتاع زمان. على العموم احنا طبعا بنتطلع للمزيد من الفعاليات والحفلات، كلنا مستنيين حفلة عمرو دياب النجم الكبير يوم الجمعة إن شاء الله. وأكيد هنتابع طبعا مع حضراتكم كل الفعاليات من هنا لغاية ما يخلص المهرجان يوم بيوم إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا دلوقتي بقى نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم من العالمين. بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.